قبل قليل أخونا محمد يومين أو ثلاثة لإنشاء فيديو لعشر دقائق، وهذا موجود ومعروف عند الكل. تحضير الشبهة يحتاج إلى وقت، المونتاج يحتاج إلى وقت، عملية رفع الفيديوهات، وأحيانا ترفع الفيديو وتحتاج إلى إعادة منتجته وإعادة رفعه، فهناك جهد جبار. فالشخص الآخر الذي هو المتلقي عندما يرى مثل هذا الجهد يبذل، لابد له من أن يبذل جهداً آخر لإعانة ذلك الشخص لانتشار هذا الأمر. يعني على سبيل المثال، أنا الجهد الذي أبذله في يومين لإنتاج مقطع فيديو، أنت تستطيع أن تعمل عملية شير، فالشخص الذي أنت رأى الفيديو عندك في قناتك أو في صفحتك على اليوتيوب أو في الواتساب اهتدى أو زالت عنه الشبهة بسبب الشير هذا، فكما أنني أجرت أنت أيضا أجرت. فلا بد من أن نلغي هذه القضية. يعني أنا هذه مرة يعني عملت قبل أيام، عملت فيديو كيف نساعد هذه القنوات، على الأقل افتح الفيديو اعمل فيو، تزيد عدد المشاهدات فيزداد انتشار هذا الفيديو. فهذه قضية مهمة يعني هذا الموضوع، كما أن الرد مهم، نشر هذا الرد أيضا له ذات الأهمية، بل قد تكون أهميته أكبر. جميل. طيب يعني برضو بعض الإخوة قناتهم عدد المشتركين فيها كبير، ممكن في فيديو ليه يدعم مثلا في كل فيديو، في آخر فيديو دقيقة دقيقتين يدعم فيه مثلا أخ من الإخوة، يشير إلى القناة بتاعته، يشير إلى الرابط، يعني عشان عدد الاشتراكات يزيد، عدد المشاهدات، يعني لأن الرد هذه على الفكرة الرد طبعا، يعني أنا خاصة لما بيحصل شبهة عن الإسلام أول حاجة بروح لليوتيوب أشوف رد الإخوة الأفاضل المشايخ عن هذه الشبهة يعني. فأعتقد إنه كل الشباب زي كده بيبحثوا عن الردود، بيبحثوا عن الشبهات، لأنه يعني أمر مهم جدا يعني. بعض الإخوة، نعم جزاهم الله خير، أحيانا مثلا فيديو ينشره عنده في المنتدى في اليوتيوب أو في صفحته على الفيسبوك، فتكون بمثابة إعلان لقناة الشخص الآخر، فيشترك الناس عنده ويستفيدون من ذلك، فهذا جانب يجب أن لا يهمل. نعم جميل. طيب نرجع للشيخ معوض عشان هو الوسطة الثانية معانا. كده هتفضحنا في وسط الناس. محمود قاعد بقى له ساعة ولابس طاقية سوداء يا عم الحاج، الله يرضى عليك. لا بس غطي غطي غطي. نرجع تاني. استرها استرها الله يكرمك. طيب انا بقول الله يبارك فيك حبيبنا محمود والاخوه الافاضل والمشايخ، الله يبارك في عمركم. انا دائما والحمد لله بفضل الله كل ما بشوف فيديو مهم وخطير او الاسلوب فيه او الطرح عجبني فعليا واقنعني، واقوم واخده من عند الاخ حطه عندي في المنتدى بفضل الله عز وجل، ودي بنشرها كتير لكل الاخوه بفضل الله، حتى قنوات صغيره. بس برضو انا عاوز اتكلم عن شقين، شق الدعم المادي وشق الدعم المعنوي. احنا بنتكلم في شق الدعم المعنوي اللي هو ان انت ايه، تنشر بقى حلقه، تنشر رابط، تعمل شير، الكلام ده كله اللي اتكلم عنه الشيخ محمد. في جانب تاني اللي هو الشق المادي، يعني مثلا انا اعرف ناس بداوا على اليوتيوب بكاميرا التليفون وبمايك، مايك اللي هو ابو خمسه، اللي هو ابويا 25 دينار اردني مثلا 40 دولار او سعر 300 جنيه. في الحدود دي، فبداوا والحمد لله، بس اهم حاجه في الاسلوب وجوده الصوت والكلام ده كله. بس في نفس الوقت مع الكاميرا بس بفضل الله عز وجل والمايك اللي هو انت بتقول ب 300 جنيه بدا ينشر فيديوهات، وبفضل الله عز وجل قناته بدات تكبر ووصل 100,000، وصل 200,000، وصل 300,000 وهو بالتليفون، سبحان الله. بس معوض، عشان انا قاطع كلامك، انا لحد دلوقتي شغال بالتليفون بس ومش هغيره باذن الله، لا مايك ولا اي حاجه، يعني يستطيع اي شاب انه يعمل كده، يعني مش صعبه، هو بس يبدا بس. انا بقى عاوز انبه على النقطة بتاعت احنا ليه ما نطورش لأخ فاضل مهتم ومحافظ ان هو كل اسبوع بينزل فيديو على قناته، ان احنا نوفر له مايك محترم بس عشان يبقى جودة الصوت كويسة. لان فعليا انا هقول لك على حاجة، انت من فيديوهاتك برضو الفيديوهات اللي بتتعب عليها بس جودة الصوت قليلة.
كل ما كان الصوت كويس وجودة الفيديو قليلة أنا ممكن أسمع لك الفيديو، إنما لما يبقى الصوت رديء والمونتاج خرافي أنا مش هسمع الفيديو. أسمع لك حاجة صحيح. فهمت حبيبنا الله يبارك فيك. ففي عندنا شقين، انت ممكن تدعم القنوات الإسلامية اللي احنا بنتكلم فيها ماديا بحيث ان هي تطور من نفسها وتقدم احسن وتجابه الهالة الإعلامية للملاحدة والمنصرين، لان بقول لك شغل عالي جدا يعني، في كلب من كلابهم اللي هم الملاحدة بيظهر الفرق بين الفيديو الاول له والفيديو الثاني فرق سما من الارض، ده واحد بيتمنتج له وبيتصور له وبيتسجل له صوت وهو قاعد حاطط رجل على رجل وكمان بيقبض، واخد بالك انت متخيل الامر بتاع الملاحدة ازاي؟ وفي اخر هبش ليه هبش يجي 40-50 ألف دولار وفلسع. لا انا مش بقول لك كده، احنا عاوزين نواكب بس اللي هم بيقدموه، ان احنا نقدم محتوى كويس مقارب الشباب تسمعه، الشباب يتفرجوا عليه ويبقوا فخورين ان احنا شباب مسلم بيقدم بالجودة دي وبيقدم بالاسلوب وبيقدم الردود دي، الردود المفحمة بفضل الله عز وجل. كل الاخوة تمتلك الردود وكلنا بنكمل بعض، ممكن الشيخ محمد بن شمس الدين يتكلم في جزئية وانا اطلع ارد على نفسي في وجهة اخرى وهكذا بنكمل بعض. بس انا بتكلم على في عندنا شقين، شق دعم مادي لو ربنا موسع عليك او ربنا مبارك لك بالمال او كده وانت تقدر تنفق، ده من باب الدعم. الشق الثاني بقى علشان ما اطولش على الاخوه، ان احنا انا باذن الله هعمل بعد ما اوصل ال 100,000 باذن الله هعمل يوم مخصص للاخوه. يعني مثلا النهارده الخميس ده هستضيف مثلا الشيخ محمد بن شمس الدين عشان اعرف المشتركين اللي عندي اللي ما يعرفوش الشيخ محمد بن شمس الدين بيه وبقناته الخميس، وادي له مساحه من الكلام بحيث ان هو يقرب من الجمهور بتاعي ويعرفه، لان انا مش مهم عندي ان انا اللي ارفع الرايه، المهم عندي تترفع الرايه مش مهم مين اللي رفعها. فهمنا يا حبيبنا الله يبارك فيك. ودي سبب ان المركب بتاعنا بفضل الله ماشيه وسايره وكلنا بنرجع لبعض واحنا بندعي لبعض ان ربنا يوفقنا مع بعض. يعني انا مش هحسد فلان ان هو بقى احسن مني او قناته كبرت عن قناتي ولا الكلام، بفضل الله احنا ماشيين اهو واحده واحده. بس انا عاوز برضو الاخوه اللي لسه قنواتهم قليله، انت ما تزعلش، انا قعدت سنه كامله في 1000، سنه كامله بشحت ال1000 مشتركين، السنه الثانيه 12,000، السنه الثالثه وصلت 90,000 اهو وداخل على ال100 بفضل الله عز وجل. فانت ما تزعلش، المهم المثابرة وان انت الجهد اللي بتقدمه. وبرضو ما يخفاش عليك ان احنا كلنا ذنوب وعيوب، يعني احنا ما احناش ملايكة. صحيح. اللي بيكلموك بيظهروا لك الجانب الحسن بس، انما انت ما تعرفش خلف الكواليس ايه، واحنا مش ملايك وكلنا ذنوب ومعاصي، بس ربنا يسترنا يا رب ويغفر لنا، ويمكن يكون سبب من اسباب دخولنا الجنة الفيديوهات اللي احنا بنقدمها دي او العمل اللي احنا مواظبين عليه. أسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل الشيخ محمد سمير. الحمد لله وصلى الله صلى الله عليه وسلم. أنا هتكلم في نقطة يمكن كتير من الإخوة غفل عنها، اللي هي تعامل الجمهور مع الفيديوهات، بالذات مع فيديوهات القنوات الإسلامية. إحنا عندنا سؤال، بتشوف كده كل قنوات أهل الضلال والبدع كلها طلعة، ودي حقيقة محدش ينكرها، حتى إحنا ما ننكرهاش. يعني تلاقي ما شاء الله المشاهدات عندهم عالية جدا، حتى وتلاقي ممكن تلاقي عنده 10,000 مشترك، بس تلاقي مشاهداته عالية جدا، وتلاقي عنده يعني كمية ترويج كويسة جدا، ممكن ما عندوش مشتركين لكن عنده كمية ترويج رهيبة. السبب بأن الأخ من دول بيطلب بيشوف الفيديو كامل عشان يشوف كلامه ماشي والشبهات اللي بيلقيها، وما عندوش استعداد ان هو يخش يشوف الرد على نفس الشبهه اللي القاها هو صاحب البدعه او صاحب الشبهه اللي القاها. ودي مصيبه بتواجه معظم القنوات الاسلاميه. الاخ من دول بيدخل بيشوف اول دقيقتين ثلاثه وشكرا بيطلع على كده. هو في دماغه كده ان هو اداني مشاهده، لا هو كده ضرني، هو كده ما ادانيش مشاهده ولا حاجه. هو ده لا هو اصلا لو ما شافنيش يبقى احسن، لان هو كده ضرني، لان الفيديو بينتشر بايه؟ بمده المشاهده. كل ما كانت مده المشاهده اكبر، كل يعني انا دخلت شفت الفيديو بتاع الاخ تامر مثلا، شفته للاخر، هو وليكن نص ساعه. طيب انا مش عايز اشوف الفيديو، نعمل ايه؟
انا ببساطه خالص، او ان انا مثلا خلاص بس انا بدعم القناه دي ومش عايز اشوف الفيديو، والله انا بدخل بجيب زي ما حضرتك شايف كده اي فيديو مثلا، اي فيديو وليكن ده مثلا، يعني في ثلاث نقط هنا كده فوق، الثلاث نقط دول الثلاث نقط هنا فيهم حاجه اسمها سرعه التشغيل. حضرتك ممكن ما تشوفش الفيديو خالص وهتجيب الفيديو تشغله مرتين، اسرع مرتين وسيبه. الفيديو 10 دقايق خلاص عدى في 5 دقايق، انت شفت ودعمتني ومن نفس الوقت خلاص انت مش عايز تشوف، خلاص شغله وسيبه حسبه لله. لكن انت تقوم داخل شايف. وفي ناس بتدخل كده بقى ايه، ما عندوش ما يعرفش يعني ايه مثلا اعجاب، هو بيدخل يشوف ويخرج عادي، هو كده في دماغه ان هو دعمني او ان هو دعم الاخ ده او ان هو كده دعم القنوات الاسلاميه، وهو كده بيضر اصلا. يعني موضوع الاعجاب مهم جدا في كتفاعل في الفيديو لنشر الفيديو. موضوع مده المشاهده نفسها مش يعني انا بدخل، انا عن نفسي بدخل اشوف فيديوهات بعمل، اذا كان الفيديو 10 دقائق انا بشوفه في 5 دقائق. سرعة التشغيل دي أنا بعملها أسرع مرتين، بشوف وبسمع وبسمع كويس، وصحيح بيبقى الكلام سريع بس أنا بسمع تمام. لو مش عايز أسمع خلاص، لو بسمع لأخ من إخواننا بشغله وسيلة، خلاص أنا عندي الفكرة، خدت الفكرة خلاص بشغله وسيلة دعم للأخ، تعليق بأي حاجة يعني. خلاص أنت ما عندكش حاجة تقولها، أنت مش عاجبك الفيديو اعمل ديسلايك، الديسلايك برضو على فكرة تفاعل، وقول لي التعليق، التعليق والاثنين والثلاثة ده كل ده دعم. كتير من الإخوة بيغفل عن الموضوع ده تماما، لكنه عند فيديوهات ناس تانية اللي احنا أصلا بنرد على الشبه بتاعتهم، اللي هو المفروض ياخد الرد مش ياخد الشبهة، لأن الشبهة لو دخلت على قلب الإنسان والله تهلكه. الشهوة أسهل شيء يعالج بذكر الله بالقرب من الله، أسهل شيء يعالج الشهوة، لكن الشبهة إذا وقرت في قلب العبد والله أهلكته، والله لا تدعه حتى يدخل نار جهنم. فطيب انا دلوقتي انا ايه اللي يوديني اصلا اروح اتفرج على الشبهه؟ طيب انا اتفرجت على الشبهه، طيب الشبهه دخلت دماغه وقعد يفكر فيها وبتاع، طب ما تروح تشوف الرد عليه، شوف الرد عليه. ما فيش كتير من الاخوه عندهم نفس المنطق ده، ويقول لك الحق فلان ده يقول كذا وكذا 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 وكذا. طيب انت عندك رد على الكلام ده؟ لو ما عندكش رد طب ما تشوف، حتى لو عندك الرد روح شوف الاخ اللي رد، ممكن عنده اضافه مش عندك، لان مفيش حد بيحوز العلم كله. في حاجه ممكن بتعدي عليا الاخ محمد شمس الدين بيجيبها، في ممكن عدت على محمد شمس الدين تامر اللبان بيجيبها، عدت على تامر بمعوض بيجيبها، فلان فلان فلان، كلنا بنكمل بعض. وانت معظم الاخوه للاسف للاسف يعني ان معظم مثلا معوض عنده 100,000 مشترك، ال 100,000 كم واحد منهم بيشوف الفيديو؟ تقريبا انا عن نفسي، انا هتكلم عن نفسي، انا عندي مثلا 40,000 مشترك. ال 40,000 مشترك انا لو ال 40,000 اللي عندي بيشوفوا فيديوهاتي انا مش محتاج حاجه من بره. لكن للاسف معظم اللي بيشوف من عندي من غير المشتركين اصلا. نسبه المشتركين في المشاهدات كام في الميه؟ تقريبا 20%. طب وال 80% من خارج المشتركين، ودي مصيبه. يعني اللي مشترك كده مشترك منظر وخلاص. طب انت حضرتك انت جيت اشتركت عندي وعملت، انا مش عايز منك اشتراك، انا عايزك تدعمني مش تدعمني تديني فلوس ولا لا، مش عايز منك حاجه، انا عايز توصل صوتي، توصل ردي على الشبهه دي، توصل قال الله قال رسوله للرد على شبهه بتضاد قال الله قال رسوله. فانت يعني انت كده مش بتدعمني، انت كده اصلا بتقضي على القناه قبل ما تفكر ان انت بتدعم القناه، بانك خلاص حطيت اشتراك وفعلت الجرس وشكرا ما عملتش حاجه. يعني لما اشوف اما اكون مثلا عندي 40,000 مشترك وانزل فيديو النهارده، بص الاقي مثلا اجي ابص على الفيديو بعد شهر الاقي كل اللي شافوه 6,000 واحد. طيب واخش على الاحصائيات بتاعه الاقي من المشتركين عدد 20 نسبه 20% اللي شافوه. طب 20% يعني كم واحد شافوه؟ بتهيألي ما هيعدوش ال 1000. طب وال 30,000 التانيين راحوا فين؟ ولا اي حاجه. فهو مشكله الاخوه فاهمه دعم القنوات الاسلاميه غلط، فاهمينه غلط، ان هو عمل اشتراك كده هو دعم. لا مش كده الدعم، انك تشوف مش عايز تشوف شغله وسيبه،
شغله وقت ثاني، لكن ما تفتحوش ثانيتين ثلاثة دقيقة دقيقتين وتقوم سايبه كده وماشي، انت كده بتضرني، مش بت مش عاجبك الفيديو اعمل ديسلايك. في ناس بتقوم داخلة كده تشوف وتمشي، او تشوف دقيقتين وتقوم قافلة وتمشي. يا اخي وصل للناس، الوصول مش بي انا، الوصول بيك انت. انت هتشوف الفيديو، كملت الفيديو، شفته عجبك ما عجبكش، تفاعلت عليه، المهم ان وصل صوتي انا بقال الله قال رسوله، مش عشان انا محمد سمير، لا، عشان انا بقول قال الله قال رسوله، ان انا برد الشبهه ديت، لان انت الشبهه دي ممكن ما سقطتش فيك انت، هتسقط في غيرك، ما اهلكتكش انت، هتهلك غيرك. وبعدين في ناس تخش سبحان الله، يعني يعني انت تعرف اللي بخش يشتم اصلا، اللي بخش يشتم ده بيدعمني بدون ما يشعر، والله اللي بخش يشتمني ده دعمني. راح تعرف عمل ايه؟ شاف مثلا وليكن 3 4 دقايق من الفيديو لغايه ما جيت النقطه اللي هو ايه اللي شتم عشانها، وراح عامل ديسلايك، ماشي، ده تفاعل، وراح كاتب تعليقين ثلاثه شتيمه، ده تفاعل. كل ده هو دعمني. طب انت الاخ اللي انت يعني حريص على السنه وحريص انك توصل قال الله قال رسول، عملت ايه؟ ولا حاجه. ربنا يبارك فيك بالقلب. لا مش بالقلب يا اخي، وصل صوتي، وصل. مش عايزك تشارك لي حاجه، انا عايزك بس شوف لي الفيديو للاخر، ادعمني، مش لازم تكتب حاجه، اعمل نقطه واخرج، تعليق نقطه، تعليق بس كده نقطه واخرج. هو ده الدعم يا اخوانا. الناس فاكره الدعم غلط. ممكن انا اكون نسيت حاجات ثانيه طبعا، لا يعلى على الاخ محمود ابو حمزه في الحاجات دي، فهو استاذنا فيها. اتكلم باختصاصي اتكلم باختصاصي. انا اسف كنت اطولت عليكم يعني. لا ما في مشكله، بس لك انا احاول الخص الموضوع بسرعه عشان ما اطول على الاخوه. الدعوه كل ما اعطيتها راح تعطيك، معروف الدعوه كل ما اديتها حتديك، اديتها دعم هتدعمك، معروفه دائما في كل الدعوه. لكن في بعض المشاكل اللي بتصير اثناء الدعم، الناس مش عارفاني الخوارزميه اللي بيشتغل فيها جوجل. جوجل اظهر النتائج، راح اول في حد فاتح المايك، اذا ممكن يقفل المايك لانه انا اعطيت تشويش قوي. تمام، جوجل بيعطيك بنتائج البحث اللي انت رايدها، ما اللي انت ما النتيجه المراد او الحق، خلينا نسميه، ما بيعطيك الحق، هو بيعطيك النتيجه اللي انت بدك اياها. يعني مثلا اضرب مثال على كره القدم، اكتب ريال مدريد افضل الانديه، راح يطلع لك جميع النتائج المتعلقه بريال مدريد افضل الانديه. اكتب برشلونه افضل الانديه، راح يطلع لك جميع النتائج انه برشلونه افضل الانديه. هو ما يعطيك الحق انه برشلونه افضل الانديه ولا ريال مدريد افضل الانديه، هو اعطاك البحث اللي انت رايده، انت اعطاك الهوى اللي انت رايده. لكن احنا فالنتائج اللي بيقدم لك اياها حسب عدد الزيارات، كل ما زادت الزيارات له راح يعطيك اياها اكثر. فانت بدل ما تدعم خلينا نسمي الشبهات، او خلينا نسمي تدعم اللي بيبثوا الاكاذيب، فانت روح عند الاخ راح تشوف الكذاب هذا نفسه نفس الكلام اللي حكى، راح تشوف الرد معه، فدعمه. يعني اذا انت روح قلبك تسمع الاكاذيب، هذا الاخ جاب لك اياه، اسمع الاكاذيب واسمع الرد. فعمليا اي شخص بيبحث عن هذا الرد راح تطلع بنتائج جوجل اول شيء. فكل ما قل عدد المشاهد او الزيارات لهذا الرابط راح تنخفض بنتائج جوجل، وكل ما انخفضت بنتائج جوجل راح تصير بالصفحات التاليه. فهذا الشيء انت بتقول اين الرد، اين الرد، دائما يجيك دائما سؤال، دائما اين المشايخ من الرد؟ ما يا حبيبي موجوده الردود، لكن القضيه انك انت بدك تعتبر، والناس خصوصي نسميها التساهل، انه بيبحث لك على جوجل اول صفحه فقط اللي بتطلع له بيعتبر هي النتائج هي فقط. يعني طيب اوكي، مثلا بيكون طلع لك 15 ولا 20 صفحه فيها نتائج ايضا، لكن ما بيزورها، بيكتفي باول صفحه. وهذا الشيء بيسبب زياده الشبهات، انه هو طلعت له الصفحه الاولى فيها شبهات لك لم يرد احد، ما هو عمليا انت زرت، انت عم تزور الشبهات هاي، فطبيعي راح تظهر بالنتائج اول شيء. من المواضيع الثانيه اللي بتشكل خطر او دعم، يعني سلاح ذو حدين، قضيه التعليق بنفس النقطه، يعني قضيه بقصد يعني التعليق بنفس التعليق، يعني مثلا انه تكتب نقطه 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 نقطه، هذا ما بتدعمني انت عمليا، اليوتيوب مباشره راح يحط لك المحتوى غير مرغوب فيه ولا كانك علقت ابدا، فانت ما دعمتني. موضوع تحط مثلا نسخ لصق،
انك تنسخ مثلا صفحه كامله وتلصقها معتقد انه انت علقتك لعب تفيد الناس عمليا يوتيوب مباشره بيحجب لك تعليقات ولا كانك علقت ولا انا شايف تعليقات فيحط لك اياهم كلياتهم بمحتوى يسموه محتوى غير مرغوب فيه هذا تعتبر انت ما دعمت شيء فبعض الاخوه حسن نية منهم بفكر انه حابب يدعمه فبيروح نسخ لصق نسخ لصق نسخ لصق نفس التعليق على اكثر من مقطع عمليا هذا ما استفدت منه شيء فقط ضره فهي المواضيع المهمه القضيه الثالثه اللي بدي احكي فيها في موضوع الدعم الدعم المالي الدعم المالي الشخص اي شخص قادر انه يدعم ماليا فيدعم دائما القرآن لما ذكر الجهاد ذكر معه جهاد المال فهناك أخوة يعني أنا أعرفهم حابين يردوا على الشبهات لكن ما عندهم كاميرات ما عندهم كمبيوترات في أخوة عم يمنجوا ما عندهم كمبيوترات أو الكمبيوترات اللي عندهم أنا دخلت عليها يعني إذا أحاول أثبت لهم برامج المونتاج كمبيوترات ضعيفة جدا يعني ما أقدر تخدمه مثلا بتلاقي أخ من الأخوة يعني ردوده او عنده مصادر او عنده ملكة بالرد نعم كمل حبيبي فعنده ملكة بالرد لكن بالاصل هو عنده امكانيات المادية ضعيفة جدا فما بيخرج يا حبيبي اطلع مثلا انت بقلي والله مثلا مايك ما عندي او مثلا ما عندي غرفة اصور فيها فهذا فعلا شيء محزن انه عندك انت رصيد يعني عندنا خلينا نسميه رجال في رجال لكن ما في دعم عرفت كيف؟ إضافة للتثبيط يعني أنت أخ شفت مشكلة في عند الأخ معين بالصوت أو مشكلة في التصوير ما تطلع تزمه بطريقة تكرهه اللي الساعي اللي طلع فيها ورد هذا الشيء مضر يعني أنت بتفكر أنه أنا على الأقل دعمت لا حبيبي أنت بدك تدعم ادعم نقد بناء وليس نقد هدام كمل يا حاج محمد يا أحمد الأخ اسمه نقط اللي اسفل اخونا صوت على طول خلاص فصل هو فالدعم يعني انا في اخوي انا بعرف اخ ما شاء الله كان مونتاجه يعني خرافي في المونتاج والرد على الشبهات وقف عن الرد عن الشبهات من كثر الذم اللي كان يجي يعني قضيه دائما كل ما رد انت داعشي انت كذا مع انه مسلمين يعني اللي عم يردوا عليه يعني عم يكتبوا هالتعليقات مسلمين فكرهوه فعلا كرهوه وترك الساحه فعلا اذا ذكرت اسمه راح تعرفوا انتم وكان عنده مونتاج خرافي بالقضيه يعني انا حتى تعلمت منه المونتاج والامور هي فدائما بنقول انه شفت اخ مثلا المايك ما ظابط يا حاول ابحث عن شخص يدعمه بمايك يا اما راسله انه والله لو سمحت اذا ممكن تحسن الجوده يعني ما ضروري يعني انا في ناس كثير كانوا يقولوا لي صوتك كانك عم تحكي من ابري او صوتك مثل جرس الكنيسه ف استهزاء يعني فقط استهزاء طيب اوكي انت فينك تقول صوت ليس جيد زي ممكن تحسينه ما ممكن تتريق عليه بالنسبه لي يعني موضوع التريقه او سموه هذا جناب مثل الطناب انا بفوت من هون بيطلع من هون ما عندي اي مشكله في ناس كثير تريقوا علي خد في بالك هي القصه فين بقى القصه ان المصريين احتلوا الوطن العربي باللهجه المصريه فلما يجي مثلا اخواتنا السوريين يتكلموا في اليوتيوب بيبقى الضرب بالمرزبه مش بالشاكوش تماما فالقضية اللي عم بحكي فيها انه فعلا في ناس قادرين يدعموا لكن القضية طريقة الدعم ما فهمانينا خوارزميات اللي عم بيمشي فيها اليوتيوب الخوارزميات اللي عم بيمشي فيها جوجل بيظهر النتائج هي ما حدا عارف او ما احقول ما حدا القليلين كتير بيعرفوا هالمعلومات هي المعلومات لازم تنتشر انه انت لما بتدعم تعليقك بنفس التعليق ما راح يفيد طريقتك على الشخص او المسخره على ما راح يفيد هذا الشخص انت عم تعكس صوره سلبيه لهذا الشخص ويترك الساحه فانت بدك تزيد على الاخوه تنمر على الشخص موجود كثير فنحن لما بدنا نرد على الشبهات اذا ما كنا يعني ما كان قلبك مثل الحجر تجاه هذه الامور مشكله تماما يكون قلبك ميت يعني شو ما حكك شو ما سبك بابوك بامك يعني اوكي انت تتوقع هذا الشيء يعني مع احترام لقطع كلامك يا اخ محمود هو هم بعض اتباع اللي احنا بنرد عليهم بيسلك معاك مسلك الاغتيال المعنوي ان هم كلهم يدخلوا يشتموا فيك يشتموا فيك يشتموا فيك يشتموا فيك لغايه يعني
طبعا الكلام ده في البدايه كان بيأثر معانا يعني، دلوقتي خلاص يعني زي ما بيقولوا كده جدتنا نحاست على الموضوع ده. على بالنسبه لاتباع، بالنسبه لاتباع هؤلاء عادي، لكن لما بيطلع من شخص مسلم يعني حابب تقولوا يعلق لك انت شيء ثاني، وخصوصا اذا كان متابع لمقاطعك انت وعارفه انه ب ب ب ب يعني متابع لك واخر شيء يتكلم فيك باستثناء. معلش تعرف الاشكال فين؟ ممكن بص واحد الماده اللي انت مقدمها اقسم بالله حاجه فوق الروعه بشويه يعني، يعني مثلا الشيخ محمد بن شمس الدين قاعد بيشرح والراجل لابس هندام اسلامي ووراء الخلفيه، انا قلبي حاسس ان هو مش مسرح شعره، انت مالك ومال شعري؟ لا وحط جل، وبحط جل الخلفيه. انا في مره في فيديو عملت يعني ستايل جديد، وجبت حته تلفزيون صغير ب 15 قرش وحطيت بسكليتة الواد ادم ابني ورايا في الخلفيه، تعرف قمت قايل للجمهور ايه؟ ما تركزش مع كرشي ولا مع التلفزيون ولا مع البسكليت، تعرف والله اكتر من يجي 50 تعليق بيقول لي احنا كنا بنركز مع كرشك، واللي بيقول لي كنا مفكر. طب خليك معايا، خليك معايا عشان كده قررت تنزله معاه. انا على فكره اركز على كرشك خلاص انك سمنان. والله 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 يا شيخ محمد اتمرن دلوقتي وهنزل الكرش باذن الله ما تخافوش. يلا كمل حبيبنا محمود. انا خوفي ما ينزلش وتفضحنا. موضوع كمان ايضا انا حابب انوه على موضوع الرابط، لما بتحاول تنشر الرابط الأخوة في التعليقات لا تحاول بكل تعليق تنشر نفس الرابط بدون ما تغير أي شيء فيه، يعني مثلا ما تكتب أنه مثلا هذا الرد للأخ كذا 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 الموضوع كذا أو تشرح شيء فيه نفس التعليق، أنه تمسك الرابط نسخ لسخ نسخ لسخ نسخ لسخ، أنت ضريته، أنت ما نشرت الحلقة ولا كأنك ما نشرتها. يعني حتى لو رحت على مثلا فيديوهات المخالف وحبيت تنشر مقطع الأخ في ومسكت الرابط انت نسخ لصق نسخ لصق ما استفدت شيء. انت اليوتيوب مباشره جميع بعد اذنك في خاصيه في اليوتيوب ان هو ما يسمحش بنشر الروابط تمام. حتى في ولد ملحد عندي لا ما انا عندي في ولد ملحد بيجيب روابط من الشيعة وشبهات من كل، يعني هو ملحد وبينشرها عندي، اضطريت ان انا اقفل اغلب اي رابط يجي يمنعه لحد ما لقيت بعض الاشخاص جايبين لي روابط للشيخ محمد بن شمس الدين، روابط للشيخ محمد سمير، فبدات ان انا اخش ابحث لقيت اكتر من 600 تعليق رابط، بدات اقرا التعليق اللي مهم، يعني مثلا في واحد بعت لي رابط للشيخ اياد قنبي فبقيت اتك موافق موافق، بقيت ابدا انا اعمل عمليه حصر للتعليقات. فموضوع نسخ الرابط ده صعب، ممكن يكتب اسم الشيخ يعني مثلا ايه يقول لك انا شفت الشيخ اسمه كذا كذا على قناه كذا ابحث عنها، ده يكون اسهل حتى لو الشخص الثاني رافض عرض الروابط يقدر اللي بيقرا يبحث. يعني مثلا من ضمن دعم القنوات، انا اسف ان انا قطعت كلامك. لا 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 اكيد كلامك صحيح، يعني انا كنت لدعم القنوات مثلا، يعني ما تزعلوش مني، الشيخ محمد بن شمس الدين عمره ما هيدعم واحد بيقدم كوميدي مثلا، يعني انا عارف واثق من كده، بس انا ممكن ادعم الشيخ محمد من غير ما اسبب له اذى ومن غير ما اسبب لنفسي اذى، وانا بشرح او انا بتكلم او بقدم المحتوى بتاعي اقول انا سمعت واحد اسمه كذا كذا كذا، ممكن انت تروح تدور عليه. وصلتك الفكره ان الاسم بس، ذكر الاسم بس ممكن يساعد في النشر. والاخ اللي بيتفرج على المحتوى الشبهه هو متخيل ان هو لما يعمل ديسلايك ويشتم الملحد او يشتم اللي بيعمل الشبهه هو كده نافع الدين، ان هو خدم البشريه بان هو انا عملت اللي عليا شتمته في تعليق. لا، انت لو دخلت شفت الفيديو من غير ما تعمل اي حاجه ده كويس، يعني لو دخلت تشوف الشبهه مش لازم تعمل لايك ولا ديسلايك ولا تعمل تعليق اصلا، على اعتقادي يعني اللي انا شفته، لان الحاجات اللي دعمتني انا اول ما بدات اعمل كوميديا اغلب اللي متابعيني دلوقتي كانوا لي انت ازاي شيخ وتعمل كده، انت بتنزل من مستواك، انت مش عارف ايه. بدات اسيب التعليقات ديت وارد عليه اقول له حاضر ابشر من عيني، طب ايه الغلط؟ كان يروح يجيب لي كلام ويجيب وارد اخلي التعليقات اكتر من المشاهده، يعني انا في عندي فيديو وصل التعليقات فيه اكتر من 3000 تعليق مع ان المشاهده فيه 2000، ليه؟ ان الانتقاد كان اكتر. الفيديو ده في شهر واحد وصل ل 100,000 لان في ديسلايك ياما وفي تعليقات ياما عدى الفيديو، فالديسلايك والتعليق من نوع الدعم، كان بيدعمنا احنا او بيدعم غيرنا.
بس تماما انا القضيه اللي عم بحكي فيها انه اذا كان في رابط نسخت للروابط اليوتيوب ما راح يعرضها حتى لو انت ما مفعل طريقه اللي سموه بلوك لينك وحظر الروابط. اذا ما مفعل انت في ميزه باليوتيوب ثاني الروابط هي مباشره بتجي المحتوى غير مرغوب فيه اذا كان نسخ نفسه. فعمليا انت فينك مثلا حابب تنشر الاخ ممكن تقول والله رد عليك فلان الفلاني او الشيخ الفلان الفلاني كتب لك كذا او في فلان الفلاني فلاني روح رد عليه عرفت كيف او مثلا الشيخ الفلاني نزل حلقه جديده يا شباب ادعموه احسن من اني انا انشر الروابط رابط 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 رابط. هذا كمان اخوه كثيرين ما بيعرفوه انه نسخك للروابط انت ما عم تستفاد وانت ما في على الفيسبوك او الواتساب تماما على الفيسبوك ممكن على عن طريق الواتساب في ميزه انت باليوتيوب تعرف كم شخص عدد المشاهدات اللي جتك عن طريق نسخ الرابط عن طريق الواتساب في عن طريق نشر بالمنتدى انك تنشر المنتدى روابط الاخوه بالمنتدى هي ما فيها شيء. لكن القضيه اللي بدي نوه عليها فقط انه تكرار التعليق نفسه انك انت تعلق نفس التعليق انت ولا خدمت الاخ ولا شيء يعني هي دائما بدخل علي انا بتلاقي تقريبا 200 تعليق 300 تعليق لنفس الشخص بنفس التعليق كله محجوبه كله محجوبه فانت ما استفدت انا من 200 تعليق هذول اليوتيوب ما اعتبرهم تعليق قاطع قبل يعني ما قبل ما اخونا احمد محمد احمد ينقل في انا شايف في شات في رسائل كثير يا ريت بس أو قبل ما نخلص تعرض الاسئله المهمه بس يا اخواننا الله يبارك فيكم احنا مش فاتحين الشات علشان خطر نرد على اسئله عشان بس تبقوا انتم منتبهين لان احنا بنعمل ايه بس احنا مجتمعين علشان نفيد بعض ونستفاد وان شاء الله ننشر الحاجات دي بس في نفس الوقت احنا مش عاملين الموضوع للاسئله بس فخد بس انت المهم من الاسئله واعرضه على المشايخ يجاوبوه قبل ما تقفل البث بس انا بنبه بس طبعا. الله يبارك في عمر لا في موضوع المتعلق بالدعم المادي موضوع مهم جدا لان الان لما اشوف انا فيديو مصور بدقه اتش دي مع صوت جيد ومونتاج قوي اشاهده حتى الاحيان يكون فيديو تافه او يكون فيديو عادي لكن اشاهده ليش لان مظهر الفيديو جميل لكن واحد شال الموبايل وصور نفسه بطريقة سيئة إضاءة سيئة حتى لو كان محتوى قوي فإذا أنا ماني مهتم جدا ما راح أشاهده وأحيانا أكون مهتم وما أشاهده. كثير من الناس الآن ما يدرك إنه ثمن الكاميرا يعني العادية ممكن $700 الإنارة الجيدة $100 للضوء الواحد للإنارة الواحدة المايك إذا بدك تجيب مايك رود الآن حقه $170-$180 فهذه تكاليف عالية خاصة يعني بعض الإخوة يعني لا يستطيع. أنا أول ما بدأت بجوال S5 سامسونج مع مايك كان سعره $0.50 تماماً أنا جبته من علي إكسبرس لحد الآن موجود عندي مثلي أنا تماماً. فهذه تكاليف عالية على مر سنوات والإنسان يعني استطاع أنه شراء معدات إلى حد ما جيدة أو مقبولة لكن في ناس ما ينتبه لها الموضوع يقول لك ليش المونتاج سيء ليش جودة التصوير حسن جودة التصوير هذه يجب دعم. لحد الآن كما قلتم كثير من الإخوة الآن يصور عن طريق جوال وحتى أجهزه بالنسبة للمونتاج وكذا يعني عادية جدا فلابد من دعم هؤلاء الإخوة اللي عنده قدرة مادية لابد من أن يعني شراء كاميرا لأخ يرد على شبهات هذا أهم من شراء كثير من الأمور يعني أو أكثر ده درع مقاتل شيخنا صح؟ الإنفاق بقول ده درع للمقاتل يعني كيف يحارب في 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 ساحة القتال وما معوش الدرع كأنك أنت أرسل جيش ما عندهم سيوف مشكلة صدق شفنا إن إمكانياتنا ممكن إمكانياتنا جميعا كلها ضعيفة يعني في أخ مثلا بيسأل اللي معاه بس هو تليفون ومايك شكرا على كده تمام يعني أنا مثلا أنا واحد من الناس بعاني من الإضاءة يعني ممكن حتى شايفين الموضوع ده في الكروما أو الكلام ده بعاني من الإضاءة عشان أجيب إضاءة كويسة أقل حاجة يعني عايز لي 7,000 جنيه 8,000 جنيه فاهمني عشان اشتغل مثلا بكاميرا نظيفه اقل كاميرا انت فاهم يعني يوم ما فيش خالص يعني بالمصري هتجيب لها مثلا 15,000-20,000 جنيه ففي حاجات هو موضوع الدعم المادي احنا ما بنطلبش من الناس دعم مادي بشكل مباشر يعني في بعض الاخوه مثلا في بعض الاخوه عاملين باتريون مثلا
انا عن نفسي انا عامل باترون بس مش عارف والله بيشتغل ازاي. يعني انا عملته كده ما اعرفش وما اعرفش هو انا حطيته خلاص ما اعرفش بيشتغل ازاي الكلام ده كله. ففي ناس بيبقى عندها استعداد. يعني انا كلمني اخ مره من فلسطين قال لي انا معايا فلوس والله ده حصل واستطيع اساعد باي حاجه. قلت له جزاك الله خير، انا مش عايز منك فلوس، انا عايزك تدعمني بالدعاء بس، ادعي لي وشاهد شاهد فيديوهاتي، تابع انشرها اعمل كده، ده اللي انا عايزه. في بعض الاخوه بيحطوا مثلا الباتريون يجيب معدات والكلام ده. انا احد مشايخنا جزاه الله خيرا جاب لي جزء كشافات في الاضاءه يعني تقريبا ثمنهم 500 جنيه الاثنين، جزاه الله خير. هو كده ساعد الواحد، تكون النفس ما تقبل الموضوع انه مساعده ماديه او كذا، ولكن هاي شغله مو لك، يعني هو ما عم ينفق عليك، هو عم يجيب اداه لتحسين هذه جوده هذه الفيديوهات. هذا ما تنساش حاجه، يعني في عرضت باتريون مره قال لك ايوه بدات تشحت، قلت والله لمسحه حذفته، قلت لا انا قلت وكم واحد يعني شباب كتير كلموني انا استطيع ان اساعدك ماديا، متشكرين الدعم بتاعك، شوف الفيديو وانشر الفيديو وان شاء الله الدعم هيجي من عند الله. ان اللي بيدعم ده الله اعلم هيقول لك ايه، او التانيين اللي شافوا الكلام يا بحبح كلنا تقلنا ان انتوا بتشحتوا، بس انا واحد من الناس جدتي نحست على التعليقات الوسخه بتاعتهم دي، يعني واخد بالك انت؟ فانا واحد من الناس، انا حاطط لك البتر وكل فيديو بغزهم وبقول لو عاوز تقدر لو تقدر تدعمني ادعمني، مش انما ما بشحتش منك. وفي قضيه انا حابب يمكن الناس اول مره بتسمعها، انه اغلب الاخوه ما عندهم كمبيوترات، خارقه للمونتاج، او خلينا نسميها كافيه لمونتاج عالي. ف يعني اخوه كثر، طبعا يمكن الوحيد بيناتكم عنده كمبيوتر خلينا نسميه خرافي في موضوع المونتاج، لك اغلب الاخوه بيطلبوا مني هذا الشيء اللهم بارك لسه ما بيحفظك. لا لكن انا بقصد انه انا ليش عم بحكي الكلمه، انه هذا بشكل عبء، هذا بشكل عبء، خصوصي انه مثلا نفرض نحن هلا 10 اخوه، اذا كل واحد بيطلب مقطع انا محتاج تقريبا الشهر كله قفلته خلص، يعني مونتاج، انه المونتاج الخرافي او خلينا نسميها المقدمه اللي انت عم تشوفها مقدمه خرافيه، هي ممكن تقعد اسبوع شغل. عرفت كيف؟ لو انا قدمت لهذا الاخ كمبيوتر مونتاجه عالي، ممكن انا مثلا الكمبيوتر اللي عندي تقريبا كلفني بحدود 1000 يورو. طيب اوكي، انا اذا كان عندي 10 كمبيوترات من هذا انا سهلت للاخوه، فخصوصي انا داخل على كمبيوترات اخوه بتلاقي اغلبهم كور ديو، الكويس فيهم كور اي 3، هذا يعني ممتاز، هذا بيقول لي كمبيوتري خرافي، بدخل اعلاب لا كور اي 3 رامات 4، هذا ما بيشغل لك الافتر افكت، اذا شغل لك الافتر افكت ممكن يعمل لك مشاكل فيه يضرب لك الجهاز. فقضية المونتاج انك لا تاخذ مونتاج خرافي، يا اما تاخذه على مؤسسة مونتاج وهي محتاجة فلوس، او تحط واحد يمنتج لك، يا اما محتاج انت حاسوب. اما تعتمد على اخ واحد في الساحة على مونتاج خرافي، هذا بشكل عبء كثير كثير. فلهيك انا بقول لهم الاخوة انه فعلا، يعني انا بعتذر على الكلمة، في اخوة كثيرين بقول لهم انا والله ما اقدر هلا، في اخ قبلك، يعني اكيد سمعانين مني هذه الكلمه، انه في اخ قبلك، يعني بدي اخ عن اخ، انه والله لا ما فاضي لك فعلا، انا يعني فعلا ما فاضي لك المونتاج، في غيرك طالب قبلي ومحتاج اخلص له اياه. عارف كيف موضوع الرسم اللوجو والمواضيع هي انت عم تشوفها اوكي جاهزه، بجوز انت بالنسبه لك تفاصيل ما لها قيمه كمتابع، انت انه ايه اللوجو محطوط على اليمين، مثلا عمل لك مؤثر طلعت هيك انه بيجذب، انت ما عارفه، انت لو وصلنا لهالمرحله انت ما عارفه قديش تعبنا، ما عرفنا قديش دفعنا فلوس وتعلمنا حتى وصلنا لهذا. يعني انا بتذكر دائما بضرب مثال بالاخ معوض كيف بلش وكيف وصل، انت شوف مقاطعه لما كان يحكي في الصوت بقول للناس، شوف كيف كان لما كان يعطي الصوت كان ما كتير، كان جودته منخفضه. هلا لاحظ مؤثرات المقدمات الامور هي، عم تطور نفسك، يعني اذا ما في دعم انت خلص رح تضل على الصوت، رح تضل على الصوت، انا متاكد رح تضل على الصوت وما رح نستفاد شيء. انا فضلت شهرين كاملين متوقف عن انتاج فيديوهات بسبب اللابتوب، والله العظيم يا اخوانا فضلت شهرين كاملتين، والاخ محمود عارف ما فيش، اللابتوب بتاعي قال لي والله ما عدتش شغال، انت بتشتغل شغل جاحد عليا. فقلت له خلاص كده كتر خيرك، واربع سنين كده ده انت كده على الراس
وبدات اطلب من الاخوه انها تدعمنا عشان اشتري لابتوب، لان انا شغال بشتغل، مش ما بشتغلش، بس انا شغلي لاهل بيتي ومصاريف الشخصيه والكلام ده كله. انما الجانب الدعوي ممكن اساهم فيه، بس مش هقدر اساهم فيه بالامكانيه دي كلها. فانا لما كنت بطلب بعض الناس عشان ياخد كلامنا غلط، يعني بعض الناس ممكن يفهم كلامنا غلط. احنا بنقول يا جماعه يعني اللي يستطيع ان هو يدعم اخ من الاخوه، ما بنقولش ادينا فلوس، ما بنقولش هات فلوس، لكن في اخ مثلا محتاج لابتوب حاجه، مثلا مايك. لابتوب، كاميرا، مايك، اي حاجه، وانت تستطيع انك تساعده في الباب ده، ساعده واحتسب ده عند الله، لان كل اللي اللي هو هيطلعه في موازين حسناتك انت قبل منه هو. نعم، يعني قبل منه هو في موازين حسناتك انت. في الناس بتغفل عن الموضوع ده كتير. يعني انا قلت لك بعض مشايخنا جزاه الله خير تجيب لك كشافين، فانا بصراحه رفضت، قلت له ابدا يا شيخنا والله انا مش هاخدهم، معلش سلام. قال لي انت عايز تحرمني من الاجر ان انا اشارك او اساهم معاك في الاجر. بعض في بقى عندي مثلا جنبي مكتبه، انا دايما بجيب كشكول عشان بكتب كل حاجه بحضر فيها، فجاء يقول لي والله ما انا واخد فلوس. اقول له ليه؟ يقول لي انا ما انا عايز اساهم معاك في الاجر. دي حاجات بسيطه، يمكن هو الكراسه دي ثمنها كام، يعني جنيه 2 جنيه، بس هو فعلا ساهم في الاجر. ساهم الكراسه دي كتب فيها كام حلقه، كتب فيها ممكن 20 حلقه 30 حلقه، هو ساهم في اجرهم. فالحاجات دي احنا ما بنطلبش فلوس يا جماعه، احنا بنقول اذا كان في اخ طلب دعم، انا الحمد لله رب العالمين احنا ما بنطلبش دعم، يعني اللي اخ طلب دعم او محتاج فعلا، او انت اقرب قريب لاخ، فانت ما تغفلش الموضوع ده، لان ده باب من ابواب الجهاد قد تغفل عنه انت. لكن هو الاخ ده ربنا سخره ويسر له الامر دوت وسهل له الطريق ومهد له الطريق لكده، فانت ساعده على كده. ده اللي احنا بنقصده. بس في بعض الاخوه ما تكلمش خلاص يا جماعه، يعني احنا شايفين ان احنا محتكرين، يعني معوض بقى يا اخي اعمل لكم ايه؟ لازم انا طول ما انا موجود لازم انا ابقى مسيطر. اكيد طبعا الشويش معوض يا جماعه. الاخ تامر لبان فين؟ ايوه انا موجود، لو عايزين نتكلم انا موجود. لا انت متكلم، لا انت ساكت، لا لا انا بس انت لا بتفضل انت معانا كنت بتتكلم مش شايفين. لا والله انا الكمبيوتر، انتوا عمالين تتكلموا على الكمبيوتر قفل لوحده والله. الله اكبر انا مستغرب اقول هو ما بيعلقش ليه يعني. ادخل يا عم. الكمبيوتر عندي الحمد لله كويس، الحمد لله اخ كان جايبه لي وبلاي ستيشن كويس، فهو كويس الحمد لله، مش القصد يعني. بالنسبه لمساله ليه المشاهدات عندنا بتبقى ضعيفه شويه، انا معلش انا انقطعت عندكم شويه، ما اعرفش ان كان حد قال الكلام ده ولا لا، بس اللي بيحصل ان بيجي واحد مثلا يخش على حلقه ملحد مثلا، فيبتدي بقى قاعد بيتفرج على الحلقه من اول ما الحلقه تبدا. فرضنا حلقه الملحد ده نص ساعه، فده قاعد مثلا في الحلقه، وبعدين اول ما الملحد يقول حاجه يقول يا ابن الكلب، شويه يكمل يا ابني مش عارف ايه، شويه ويكمل يا ابني، ويتفرج الفيديو من اوله لاخره، يروح جاي جاري على واحد زيي، على معوض، على الشيخ محمد، على الاخ محمد سمير، اي اخ بحبحان اي حد، فيقول له الحق ده بيقول ايه، فيجي يتفرج على الفيديو اللي انت عملته رد على الملحد ده ولا غيره، فيجي مثلا انت اول نقطه رديت عليها فافهمت مثلا ربنا سبحانه وتعالى يعني الهمك فافهمت الملحد ده، يروح قافل الفيديو بتاعك ما يكملوش، يروح جاري على مين بقى، على صفحه الملحد. خد بالك هو لا هو عمل ديسلايك هناك، واخد بالك في الاول عندك انت لا عمل لايك ولا عمل ديسلايك ولا علق، بس هو انبسط بردك راح جاري على هناك، ده فلان ده عمل فيك وسوى، ده فلان بص اخش قناه فلان بيكتب عند الاخ التاني تعليقات، ده الاخ ده عمل فيه وبهدله، ده الاخ ده عمل مش عارف ايه، فتلاقي الملحد من دول الفيديو بتاعه عامل 100,000 مشاهده، وانت ردك اللي افهمته فيه 15,000 مشاهده، فانت كده دعمت الملحد كذا مره يعني. انت وبالنسبه لي انا مش قصتي دلوقتي الدعم، لكن انت حتى لما بتعمل مثلا مشاركه، لما بتعمل لايك، بتعمل ديسلايك، بتعلق عندي، انت كده بتعلم من الفيديو بتاعي، فبيبقى موجود في الاقتراحات اساسا، ده من باب اولى يعني. نقطه كمان مساله الدعم والباتريون وكده، هو معوض قالها، قال لك احنا كل واحد فينا يعني فلوسه على قد البيت، لكن انا ما عنديش امكانيات. خدوا بالكم هو ما تعلقش دماغك باللي يقول لك بتشحت، يعني واحد زي دكتور هيثم ربنا يشفيه يا رب مثلا مش ما عندوش باتريون، وكل حد يجي يتكلم معاه يقول له انت بتشحن يا اللي عامل باتريون، وهو اصلا ما عندوش باتريون،
فدول داخلين كده متسستمين ان هم يقولوا حاجات معينه حتى لو حصل ايه. وده بتلاقيه احيانا تبقى انت عامل الفيديو بتاعك مثلا ممكن يكون العنوان مش مبين انت هتقول ايه في الفيديو، يعني مثلا الفيديو مكتوب فيه مثلا الفضيحه الرد القاطع، انت مش مبين حتى هتتكلم عن مين، وتيجي تعمل له مثلا ايه عرض بعد نص ساعه تلاقي 3 ديسلايك. طب الديسلايك ده انتوا عملتوه ليه؟ دول بقى يا باشا دول ناس قاعدين، بص مش انا مش شرط يكونوا بيكرهوك انت، ده ممكن يكونوا بيكرهوا الدين ذات نفسه، فهم جاهزين. فتلاقي اخ زعلان يقول لك وانا اتعمل لي ديسلايك، يا عم سيبه يعمل ديسلايك ولا تعلق دماغك. استاذن بقى الاخ محمد شمس في نقطه صغيره كده، انا في مره كنت بتكلم في جروب خاص بينا وكده يعني، فانا قلت يا جماعه هل ممكن استخدم الفلوس بتاعه باتريون في ان انا ادفعها لحاجه خاصه بي انا لان انا معرض فعلا للحبس؟ فالاخ محمد قال لي طيب هي معموله الحاجات دي معموله اصلا عشان خاطر القناه تفضل مستمره، ما انت لو اتحبست القناه هتتقفل، يبقى ينفع. ومعلش يسمح لي بقى انا والله العظيم يعني اول يعني بس يسمح لي يعني. وبعد كده دخل لي هو على الخاص وطلب مني البي بال بتاعي او مش عارف ايه بتاعي، فبقول له انا ما عنديش بي بال، خير يا شيخ محمد عايز ايه؟ قال لي هبعت لك مبلغ صغير. فانا قلت له طالما انا قادر على الدفع جزاك الله خير وانا مش عايز. فمحدش يعتقد ان احنا يا جماعه بنشحت ولا الكلام ده كله، والله كتير جدا ناس يطلبوا مننا حاجات معينه، يعني يقول لك انا عايز ابعت و اقول له جزاك الله خير انا مش محتاج، شوف حد تاني يكون محتاج واديله. فمساله اللي يقول لك انتوا شحاتين وبتشحتوا بالتجربه الدعوه والكلام ده كله، مش عايز اي اخ يتقال له كلام زي كده ويتاثر بيه، لان كده كده هيتقال عليه، كده كده هيتقال عليك الكلام ده كله. فلازم واجب على كل واحد، شفت الفيديو عجبك يا عم علق، اعمل لايك، اعمل ديسلايك، اعمل شير، يعني اعمل شير. وانا قبل كده عملت منشور عن الموضوع ده، ان يجي واحد من دول يجي يطلب منك رد معين فانت ترد، والحمد لله ربنا اكرمك ووفقك في الرد، فتلاقيه يقول لك ايه يا شيخ ده اللي انت رديت عليه اتجرأ وعمل فيديو تاني. طب وانت عايز ايه؟ رد عليه تاني يا عم، وانت شغال محوالجي؟ انت المفروض طالما انت شفت الرد بتاعي وانا فضحته في الرد وكده انا او غيري يعني، ما خلاص ما تخشش في قناته بقى. لا ده شغال محور. وفي مشكله تانية كبيره جدا يعني بتضايق الواحد، الناس اللي عايزين ياخدوا ثواب، انا مش عايز اقول على قفانا، ما هو بيعمل معايا واجب مش حاجه وحشه يعني، بس هو ما عندوش امكانيه الرد، يروح جاي لك يقول لك رد على فلان، رد على الوليه دي، رد على مش عارف ايه. انت ممكن يكون عندك 3 4 حلقات انت شغال عليهم، فانت تتاخر عنه، يروح رادد عليك على الفيس ولا اليوتيوب ولا اي حاجه ويروح شتمك. طب يا سيدي ما ترد انت، ما عندكش امكانيه ترد، طب سيبني بقى اديني فرصه حتى عشان كده يعني. طب هل لو انا رديت هينشر الفيديو؟ لا، امال ايه، انا بس عايزه يرد عشان اخد ثواب من ورا تامر. طب يا سيدي تامر كمان هو محتاج ان الفيديو بتاعه يتنشر، محتاج ان القناه بتاعته تتشاف. اخ فاضل يعني ما انا مش عايز اقول اسمه يعني، قبل كده قال لي المشاهدات بتاعتي ضعيفه ومش ضعيفه، فانا قلت له كده، قلت له ربما واحد بس يكون يهتدي بك، خلاص زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. فاحنا دي تجاره مع الله، هو قال لي كده، قال لي انا عارف، بس انا لما الواحد بيتاجر تجاره عاديه بيدور على الربح، ربح كبير. طيب ما انا بتاجر مع الله، ما انا عايز المشاهدات. يعني يجي واحد يقول لك انت بتعمل الفيديو ده عشان تشتهر؟ ايوه والله العظيم بعمله عشان اشتهر. ايوه ما انا لو اشتهرت الفيديوهات بتاعتي هتزيد، مشاهداتها هتزيد، من وجهه نظري واعتقادي الديني الاجر هيزيد، فانت بتتهمني بايه؟ فالمفروض لما نيجي نقول يا جماعه مشاركه، يا جماعه انشروا الفيديو، يا جماعه انشروا روابط، ايوه يا سيدي انا عايزك تستفاد، وفي نفس الوقت كمان انا استفاد من المجال ده. فبس اترك بقى المجال للاخوه جزاهم الله خير يعني. جزاك الله خيرا الاخ معاذ. تعقيب بس، فقط تعقيب صغير على موضوع الاخ تامر، الموضوع اللي بيجيك انت، في ناس شغلتهم خلينا نسميها مثل المهيصين، يعني فقط قاعدين انه شغلتهم انه رد فلان بيروح بيجي رد فلان رد علان، بروح رد عليه رد عليه، رد على هذا بيروح لعند هذا رد عليك رد عليه، يعني شغلتهم مهيص بس هيك يروح يشوف، يعني عنده عقده نفسيه انه يشوف ان اثنين عم يردوا على بعض، يعني ان كان في مجال السياسه، ان كان في مجال الدين، ان كان في مجال الكره، ان كان في مجال اي شيء بتلاقيهم في اغلب الصفحات، يعني انه بيروح عند الشيخ مثلا محمد رد فلان رد عليك، بيروح عند الشيخ نفسه ها بيروح عند الشيخ الكيالي فلان رد عليك. انا بين لي هذا الشيء موضوع يعني في احد الصفحات انا كنت ادمن فيها، وكنت ادمن بصفحتي انا، فأحد الأخوة اللي كان عم يراسله غلط معه، تمام غلط معه في الرد،
فمباشرة مصور لي الرد وجايني على صفحتي أنا، هو ما عرف أنه أنا أدنى من الصفحة الثانية كمان، جايني على صفحة مقلي فلان رد عليك وكذا وقال إنك أنت غلط. طبعا هو هذا غلط بقوله أنه أنا غلط، فقلت له خلاص هو قال أنه غلط خلاص هو شايف وجهته وهيك وجهة نظره يعني. طبعا هو الخطأ ما أنه في أمور عقيدة لا، في مسألة بسيطة. فراح مباشرة حمل كلامي صوره وراح على الصفحة. ما هو لما بعتت رسالة صفحة أنا شايف ردك، أنا شايف إنك أنت براسلت الصفحة، والله قناة فلان محمود رد عليك، انظر ماذا قال لك، هو أكد إنه هو لم يرد عليك. فهو بس فقط بده اثنين يتناحروا ويتناطحوا فقط، هو ما لا بده يدعم هاد ولا بده يدعم هاد، هو عنده عقدة نفسية فقط يشوف اثنين عم يتناطحوا، وهذا السبب اللي بتلاقي بيجي لعند الشيخ محمد نفسه بيجي لعندي نفسه بيجي عند الأخ الفلاني، رد على فلان رد على علان. ما يا حبيبي خلص، ما رحت عند الشيخ محمد ايه خلص تمام. شو قال له؟ على فكرة هي إن شاء الله أحيانا الشبهة يكون مردود عليها، مثلا رد عليها أبو عمر الباحث، بيجيني شخص يقول لي رد عليه، طب ما رد عليه أبو عمر؟ إذا رديت أنا ورد الإخوة الآخرين هذا شيء جيد كثرة الردود، ولكن لا تلزم الناس بالرد، خلاص طالما أنها رد عليها فريح الناس في أشياء أخرى يعملوها. تماما، بقول له طب اوكي رد علي يا فلان، روح شوف المقطع. لا انت رد علي حبيبي، انا ما في خلاف شخصي، ما في علينا كلنا يعني. في اكتر من مره اخ يقول لي فلان الفلاني يكلمك، اقول له اه كلمني، عاوز ايه؟ عاوز رد على الشبهه الفلانيه. وبعد ما يسيبني وقلت له حاضر هعمل لك رد على الشبهه، سابني وراح على الشخص الثاني. ما احنا كلنا مع بعض يا اخوانا، احنا كلنا، انتوا بتشوفونا قنوات مختلفين، بس احنا فعليا اكتر من اخوه، وبنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد مع اهلنا في البيوت، فبنبقى عارفين بعض، وده كلم مين وده ما كلمش مين، واللي لف علينا كلنا بنبقى عارفين انه لف علينا كلنا يعني. عايش معوضه حبسنا. هو شكله عايز كده يا عم، وانت نقعد على النت احيانا، بنتواصل مع بعض على النت احيانا. انا عمري شفتك على معرض الكتابه هتجيب لي مصيبه. نقعد مع بعض، بعدين انت قاعد في الاردن يعني، ايه اللي جابك هنا؟ انا عايز اختبر اتصالك مش بوشك يعني، ممكن تقول مش صوتي. انت يا ابني عايز مننا ايه بالظبط؟ الله يرضى عنك. انت عايز مننا ايه؟ معاذ مختفي. معاذ يا معاذ. يا معاذ، عايز اقفل المايك واقفل الكاميرا و... يا معاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. موجود صوتك. مساله دعم القنوات، يعني دعم القنوات تحدث عنها الاخوه، لكن المشكله هو ان هناك بعض الاخوه الذين يدعمون اهل الباطل. يعني مثلا تكون قناة لملحد ينشر فيها فيديو أسبوعي، تجد عدد من الإخوة كل مشاهدة المسلمين يشاهدونه، وعندما تنهاهم عن ذلك يقول لك عرفت السر لا للسر ولكن لتوقيع. يعني المشكلة أن الله عز وجل نهى عن ذلك. الله عز وجل قال في كتابه العزيز: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فيعني الجلوس والاستماع للذين يخوضون في آيات الله منهي عنه، الله عز وجل نهى عنه، فما بالك بأن جلوسك عين أهل الباطل عندما تشاهد لمعرفة السر، يعني لمعرفة السر لتوقيه، وتضع له ديسلايك وتضع له تعليق تظن أنك ستنسف شبهته في التعليق، كل هذا يدعمه وتدعم أهل الباطل وتنشر حلقاتهم. المشكلة أنه أحيانا يأتي يرسل لك رابط الحلقة ويقول لك رد عليه، وعندما ترد عليه لا يشاهد ردك أصلا، يعني هو يريد منك أن ترد، هو دعمه بالمشاهدة ووضع له ديسلايك، وأنت عندما ترد لا يشاهد الحلقة لأنه أصلا يعرف الشبهة ويعرف الرد عليها، فقط يريد منك أن ترد عليها ليستفيد الناس. فعندما ترد لا يشاهد حلقتك ولا يضع لك لا لايك ولا ديسلايك ولا أي تعليق ولا شيء. يعني مثلا أنا حلقاتي عندما أرد على الكيالي، لولا
لولا متابعو الكيالي لما انتصرت الحلقة، لولا متابعو الكيالي لما انتصرت الحلقة. زول التعليقات تزيدها سلبية، كلها سب، تكفير، شتم للوالدين، وهذا يدع، هذا يساعد في انتشار الفيديوهات، لكن قلما تزيد جزاك الله خيرا بارك الله فيك، يعني محدودة محدودة، تجد 200 تعليق، 10 أو 15 منها من الإخوة يدعمونك، لكن الباقي كله سلبي وما إلى ذلك. هذا هذا يعني هم بهذا الفعل يساعدون على النص، يعني يساعدون الفيديو في الانتشار، لكن المشكلة في الإخوة، المشكلة في الإخوة قد يكملون الفيديو ولا يضعون لك لا تعليق ولا ينشرون الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي ولا يضعون لايك ولا أي شيء. يعني يعني هذه مشكلة صراحة، هذه مشكلة، والمشكلة الأكبر هم الذين يشاهدون أهل الباطل كما قلت، يعني يشاهد ملحد ليعرف شبهات الملاحدة. أنت لا، يعني نحن عندما نستمع لأهل الباطل نستمع لهم للرد عليهم، حتى أنا يعني أنا متوقف عن تصوير الفيديوهات حاليا، كنت أتابع الكيالي حلقة حلقة، لكن عندما كنت أرد عليه، لكن أنا أتابعه لأنني إذا شاهدت حلقتها سأدعمه، فلا أتابع حلقتي الآن، عندما أريد أن أرد عليه سأتابع حلقتي، ويعني يعني أتابعه، ويعني عندما أستمع لكلامه أو الباطل الذي يقوله سأرد عليه، لا أستمع له لأستمع أو لأعرف السر. هذا أنت تدعم السر بهذا الفعل. تعقيب بسيط على موضوع اللي بيرسل لك الرابط وبيقول لك رد على فلان. اي شخص انا بيبعث لي الرابط بيقول لي رد على فلان رابط مقطعه، يعني هذا الشخص الملحد ان كان اويا ان كان نصراني، بقول له انت شاهدت المقطع؟ بيقول لي اه. بقول له اكتب لي الشبهه واكتب لي الاستدلالات تاعيته. بيقول لي ما تشاهد؟ لا. بقول له انت خلص شاهدته دعمته، اكتب التعليق، انا ما بدي اشاهد ادعمه، اكتب لي انت ما ورد بهذا النص، عشان يحرم انه يروح يشاهد المقاطع ويجي يفكر الموضوع بسيط انه شاهد المقطع هو فقط ينقله. لا، بدك تنقله بتنقل لي كتابة. يعني هذا أنا بالنسبة لأي شخص بيجيني على الخاص بيقول لي مسيك المقطع رد على فلان، بقول له اكتبه، أنت شاهد المقطع اكتب لي شو هي الشبهة والاستدلالات اللي استدل فيها، يعني مباشرة عشان أقطع يعني أي شخص يحاول يفكر إنه يجيني بهالموضوع مباشرة. أنا بستخدم معه الأسلوب، فإذا بتستخدمه الأسلوب مع الناس راح تريحوا راسكم كتير. يعني على فكرة بعض الناس اللي يعلق عند الملاحدة وما شابه، غير انه هو عم يدعم الفيديو بالمشاهده وبالتعليق، في امر بعض الناس يعلق فقط يسب ويشتم. هلا انا لما بشوف الفيديو وبشوف انه الفيديو مثلا لملحد وبشوف المسلمين فقط سبوه وشتموا، ايش نظرتي انا للمسلمين؟ طب انت يعني الشخص اللي سب لا نصرت الاسلام ولا خذلت المشركين ولا خذلت اعداء الاسلام، فليش انت تسبه؟ يا اما اكتب رد حقيقي، طبعا نحن نقول لا تشاهد، ولكن إذا كتبت وفعلت وشاهدت، يا أما أكتب رد حقيقي أو لا تكتب شيء. أما مجرد السب خلاص، وراح يقول هذه أخلاقكم فانتهى الأمر. طيب عندنا بعض، في أحد سأل بيسأل عن الشيخ سعيد الكملي، بقول لك هل تنصحه بالسماع له أم لا؟ سؤالي لي؟ سؤال يعني خاصة يعني بيتكلم عن الشيخ سعيد الكملي، فيقول ما رأيكم في الشيخ سعيد الكملي وهل تنصحون بالسماع له أم لا؟ والله أنا هذا النوع من الأسئلة ما أحبه حقيقة. لا أرضى عليك شيخنا، معلش إلا سبب الأسئلة دي أخونا الحبيب محمد احنا حافظينها بقالنا سنين السنين. اللي بيسألك مش بيسألك للاسترشاد أو للتعلم، لا ده بيسألك عشان يختبر توجهك. لا وضح وضح السؤال، لانه هو يعني سمع انه لي بعض انه يميل للعقيده الاشعريه، يعني حتى في اخ رد عليه. مش كله اخ معوض يعني، برضه مش كله هيبقى كده اخ معوض يعني. ماشي بس السؤال دوت تعرف يعني هو الاغلب الاعم والله اللي بنعاني منهم. انت ما قولك في الشيخ ابو اسحاق الحويني؟ ما قولك في الشيخ محمد حسن؟ هو مش بيسالك عشان هو بيسألك عشان يعرف توجهك بس، وممكن كمان يبقى ضابط. بس انا بره نحسن الظن، انت بره بقى وعايز. انا معاك بره القضيه. انا اي شخص بيسألك عن هذا السؤال افضل جواب هو انه
طالما هو على الحق ننصح به، طالما هو حاد عن الباطل نتركه ايا كان هذا الشيخ ايا كان، اذا ان شاء الله بيكون ببيع فاصوليه ما عندي مشكله. لا لا انا ما فهمت من المقصد، يعني بقول لك ان الشيخ سعيد الكملي سمع انه ليه اخطاء في يميل للعقيده الاشعريه. وعلى العموم الشيخ سعيد الكملي نشر المداخل حاولوا ينشروا بعض الكلام له، هو عنده طريقه وهذا موجود عند كثير من خلينا نقول سلفيه المغرب، يعرض قول الاشاعره ك يعني كانه خلاف، كانه مساله خلافيه، فيعرض قول الاشاعره وقول اهل السنه، وكثير من الناس ما يستطيع انه يمشي ويبقى يدرس في الاماكن التي يدرس فيها الا اذا استخدم هذه الطريقه، فهم ياخذون عرضه لقول الاشاعره فيقولون هذا اشعري، لا هو فعليا ليس باشعري، وعندما تكلم في مثل هذه المسائل قال يعني بقول اهل السنه والله اعلم. انا بالنسبه لي خلص وقت خلص شحن الموبايل بنطلع انزل انا. هي موضوع الشيخ سعيد الكملي ورميه بالأشعرية هو مقطع واحد اللي عمله وقال هو فعلا يعني حقيقة الشيخ أخطأ، يعني الشيخ أخطأ فقال المسألة مش بالذكر المسألة بالضبط، لكن هو أخطأ وقال مسألة خلافية، مع أن المسألة ليست خلافية ولا حاجة، يعني خلافية بين أهل العلم أو أهل السنة، مع أن هي مختلف فيها ما بين أهل السنة وبين فكر الأشاعرة أو معتقد الأشاعرة، يعني هي خلاف بس خلاف بيننا وبينهم، لكن هي ليس مختلف عليها من اهل العلم، فالشيخ اخطا من الناحيه دي، فهم بقى طاروا بالكلام والمداخله، لو بصيت على الفيديو هتلاقيهم الاشعري سعيد الكاملي شوف مش عارف ايه شوف مش عارف ايه، طيب خش شوف الفيديو، الشيخ اخطا لكن الشيخ عقيدته عقيده سليمه ليس اشعري ولا حاجه يعني، لكن الشيخ في نفس الفيديو رجع المشكله ما تقف المشكله انهم ما لا يحاربون الاشاعر الحقيقيين، يعني ما تلاقي مثلا حارب فلان ولا فلان ما بدي اذكر اسماء من المعروفه لاسباب في نفسي، لكن لا تجد انه حارب الاشاعر الواضحين الذين هم يروجون لعقيده الاشاعر، لا طيب لماذا؟ إذن هناك سبب في النفس، يمكن لأنه زار بعض الأماكن في السعودية واستقبل استقبالا حافلا. المدخلة منهجهم هو يترك كل أهل البدع ويأتي على مشيخ السنة، والله وبالله وتالله أنا كان لي أخ معايا كان بيحضر معايا دروس العلم عند الشيخ أبو بكر الحنبلي، كان حريص معايا في الراحة وفي الجاية وفي طلب العلم وكل حاجة، مش عارف مين يتلم عليه، والله أقابله أقول له السلام عليكم كأنه رأى أبو جهل، بل كأن أبي لهب قام من القبر، والله لا يرد السلام ويكفهر وجهه وكأن أعوذ بالله، فكان فتح محل كده ساعدوه فتح محل فرحت أكلمه ما يردش عليه. طيب في عندنا سؤال يعني هيكون موجه للشيخ معوض، يقول لك هل تنصح بقراءة كتاب السماد للرد على الأوغاد، وهل قراءته خاصة بالمتخصصين أم للعوام؟ ما قرأتوش لا أعلم، إنما أي حد عاوز يخش مجال مقارنة الأديان لابد يتعلم العقيدة الصحيحة أولا قبل الدخول في مجال مقارنة الأديان، العقيدة الصحيحة، لأنك لما تعرف العقيدة الصحيحة هتعرف ما يضادها من العقائد الباطلة، وبالتبعية عقيدة اليهود والنصارى. صحيح. كلمتني احدى الاخوات كلمتني مرة على الواتس فقالت لي انا بدعم قنوات مقارنة الاديان بحب المنهج ده جدا يعني، فبقول لها المطلوب، قالت لي انا عايزة اعمل مقارنة اديان، عايزة تشتغل في مقارنة الاديان، سألتها قلت لها انت حافظة القرآن؟ قالت لي لا لسه بحفظ، قلت لها طيب تعرفي يعني درست العقيدة؟ قالت لي لا، قلت لها طب انت لما درستيش عقيدتك هتروحي تتكلمي في عقائد الغير ازاي؟ ف يعني الموضوع الناس في بعض الناس كده او بعض المتحمسين الاخوه او اخوات بيعجبهم قوي موضوع الردود والكلام ده فبيتحمس عايز يرد، هو اصلا ما عندوش اللي يؤهله ان هو يرد، يعني حتى عقيدته نفسها ما فيش، ففي مراحل للمجالات دي يعني. الله المستعان. الله المستعان.
طيب اعتقد بس انا حابب بس حتى موضوع الرد على الشبهات يا اخواننا معلش موضوع الرد على الشبهات انا دايما بقولها وهقولها في عجاله تانية عشان برضو اي حد موجود يستفاد لما بيكون الشبهه محورها ايه من كتاب الله احنا في عندنا كتب اسمها كتب التفسير هل انت كمسلم بتعرف ايه كتب التفسير المعتمد عندنا وتعرف ايه تختار القول الصحيح او لو كان في الايه اكثر من قول ترجح اذا ما كنتش تعرف فانت لازم تتعلم اصول تفسير الاول الشبهه محورها حديث من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام انت واجب عليك قبل ما تخش هذا المعترك ان انت تتعلم علم مصطلح الحديث عشان تعرف تفرق بين الحديث الضعيف اللي النبي ما قالوش وبين الحديث الصحيح وازاي وعندنا كمان مش لدرجه ان هو يتعلم مصطلح الحديث يعني هو الشبهه متعلقه بحديث بمتن حديث او بحاجه مش هيروح يتعلم مصطلح الحديث عشان يرد على الشبهه يعني يكون ضعيف هذا الحديث لا انا بتكلم الصحه والضعف تمام ماشي عارف يعني ايه صحيح وعارف يعني ايه ضعيف ولما بيكون مثلا معترك او شبهه متركزه على حديث من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام ولو هو مثلا في صحيح الامام البخاري انت هل انت كمسلم تقدر تعرف ان تفتح كتاب فتح الباري وتخرج شرح ابن حجر عليه رحمه الله او في الامام النووي على صحيح مسلم او الاحاديث التي استشكلت في الصحيحين لاحد الاخوه الباحثين ربنا يبارك فيه ويجزي خير الجزاء والكلام ده كله ده انت كده بتسهل على نفسك ان انت تخش في المجال انما بقولك لازما وحتما ولابد تكون عارف عقيدتك الاسلاميه الصحيحه قبل ما تخش على فكره مره واحد طرح موضوع انه الدارقطني يرد على البخاري ومسلم صحيح. ببساطه فتحت له كتاب الدارقطني اول صفحه فقط قرات له اول كلام قاله باول صفحه قلت له انت فهمت شيء قال لا والله طيب كيف تقول انه يرد على البخاري ومسلم يعني انت فهمان ايش يتكلم فاحيانا حتى لابد إذا شخص مثلاً على سبيل المثال راضي يرد على هذه الشبهة وهو ما يعرف يفهم كلام الدارقطني فهون راح يكون في صعوبة يعني ممكن يرد رد غلط يشوه الفكر الموجود عند الناس زيادة صحيح طيب أحد بيسأل الفيديو هيكون على اليوتيوب فنشوف المشايخ يعني هتنزلوا الفيديو كامل وأجزاء ولا أجزاء هيكون موجود على اليوتيوب بإذن الله طيب انا عندي بس سؤال يعني اذا في اجابه مخصوص لي السؤال يعني مع ان الحلقه مش مخصصه للاسئله على كلام الشيخ معوض طيب الحديث بتاع الكاسيات العاريات في زياده في مسند الامام احمد لعنهن فانهن ملعونات الزياده دي صححها بعض اهل العلم وبعض اهل العلم ضعفوها ومؤخرا صححها الشيخ الالباني يعني رحمه الله هل هي صحيحه ام لا تصح زيادة لعنهن فإنهن ملعونات والسؤال إكمالا للسؤال هل كل زيادة صححها الشيخ الألباني صحيحة أم يكون فيها نظر يعني فيما بعد يعني كثير بيسأل السؤال ده يقول لك الشيخ الألباني صح في الضعيف وضعف في الصحيح هو طبعا يجتهد يعني بس الفكرة هل كل حديث ضعيف صححه هل هو صحيح أم في نظر لسه بعد كده يعني السؤال كان لي ولا لمعوض؟ ما تحدد يا ابني مين؟ شيخ محمد شمس الدين تفضل. طيب على العموم بالنسبة لهذه الزيادة بالذات أنا لم أنظر في إسنادها فلا أعلم لكن بالنسبة لتصحيح الشيخ الألباني للزيادات تحديدا يحتاج إلى نظر لأن القاعدة عندنا أن الزيادة التي تفرد بها راو وخالف فيها باقي الرواة الثقات إذا كانت هذه الزيادة مؤثرة فلا تصحح الشيخ الألباني يرى تصحيحها إذا كانت من طريق راو ثقة فهذه مسألة يعني ينظر فيها بالنسبة لكونه يصحح الضعيف أو يضعف الصحيح فهذا لا يمكن أن يقال عن أحد لأنه عند كل علماء الحديث قد يضعف حديثا هو صحيح عند غيره ويضعف حديثا هو صحيح عند غيره فلا يمكن أن يطلق القول بأن فلان يضعف الصحيح وصحيح الضعيف أحيانا
ينظر إلى منهج عالم من العلماء. على سبيل المثال الآن الحاكم النيسابوري أبو بكر رحمه الله عنده مستدرك صحح فيه أحاديث هي عند غيره ضعيفة. أبو عبد الله ليش؟ الحاكم كان اسمه أبو عبد الله مش أبو بكر. أبو عبد الله نعم. فلماذا هو صحح الأحاديث الضعيفة؟ لماذا صحح أحاديث هي ضعيفة؟ هل هو لأنه يعني عنده شيء من الجهل أو ما شابه ذلك؟ لا، نقول هو عنده منهج معين في توثيق رواة عند غيره لا يوثقونهم. فهنا لا نطلق القول بأنه يصحح أحاديث ضعيفة إذا قلنا مثل هذه الطريقة وكأننا ننقص من قيمته. لا، ولكن طريقته منهجه. الآن بالنظر إلى تصحيح الزيادات عند الشيخ الألباني، إذا فهمنا منهج الشيخ الألباني ورأيه الذي اعتمد عليه في تصحيحها نجد أنه رأي له مكانة. يعني هو قال هذه زيادة ثقة وغيره يقول هذا شذوذ من الثقة. فهناك معيار على أساسه يجب النظر إلى هذه الأمور. فلا أستطيع أن أقول أن يعني فلان تساهل ولا فلان كذا، لا، أنا أفهم المنهج الخاص به ثم أعرض منهجي ومنهج العلماء الذين يعني أنا أخذ بهم. فهذه القضية. وعامة الحديث لم يضعفه إلا الشيخ شعيب الأرنوط، يعني الحديث لم يضعفه إلا الشيخ شعيب الأرنوط. والشيخ ابن باز قال فيه تأمل في اللفظة دي بالذات، يعني فيه تأمل. حتى تضعيف الشيخ شعيب الأرنوط له في الرواية اللي هي قال يكونن من أمتي أقوام ينزلون نساؤهم عند المساجد ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن رحاء فإلعنوهن فإنهن ملعونات. أما ابن حبان صحح حديث قال صحيح، وعلى ما أذكر أبو داود والترمذي سمعت يعني قرأت ان ابن حبان صح الحديث وغيره، ولكن كل العلماء المعاصرين ضعفوا الحديث. ضعف اللفظه، لا انا اقصد الزياده، يعني انا سمعت انا يعني كل العلماء المعاصرين الزياده اللي هي لعنهن فانهن ملعونات ضعفوها. يعني مؤخرا حتى انا كلمت الشيخ مصطفى العدوي هو لم يوضح السبب، سبب العله التضعيف، ولكن قال هي ضعيفه. يعني قال معلول شيخ مصطفى المعلول. نعم معلول. اي لا معلول شيخ مصطفى. الشيخ مصطفى ليه في يعني مساله التضعيف وممكن بيخالف الشيخ الألباني حاجات كتير، يعني في مساله التضعيف والتصحيح والكلام ده يعني. بس هي يعني ممكن يكون حديث صححه الشيخ الألباني الشيخ مصطفى بعض. يعني عندك حديث من اغرب الحاجات اللي وقفت عليها كمان، حديث اللي هو من غسل واغتسل وبكر وذكر ومشى ولم يرفع، الشيخ الألباني صحح الحديث. الشيخ مصطفى العدوي قال يصح متنا ولا يصح سندا ولا يصح متنا. فهو في التضعيف والتصحيح بيخالف الشيخ الألباني، مش تعمد المخالفه يعني، لكن هو بيخالف الشيخ الألباني في مسائل كتير جدا. لكن على ما وقفت انا اللفظه دي تحديدا، انا ما اعرفش الشيخ مصطفى ضعفها ولا لا، لكن ما وقفت الا على احد ضعف اللفظه الا الشيخ شعيب الأرنوط. الشيخ ابن باز رحمه الله قال فيها تامل، ده ما وقفت عليه. طيب جميل. اما ضعيف او تصحيح الشيخ الالباني الشيخ مصطفى العدوي لم اقف عليه. طيب الشيخ مصطفى يهتم كثيرا بقضيه العلل. العلل غالبا لا يضعف الا وهو مسبوق، يعني لا يضعف الا وقد سبقه احد من كبار المحدثين فيما اعلم. منهج الشيخ فعلا صحيح. على فكره هو حتى على الحديث اللي ذكرته اللي هو بتاع من غسل واغتسل وبكر وابتكر، على الحديث فقال ان الاجر موقوف على المتزوجين فقط، يعني غسل واغتسل، وقال بان الاجر مبالغ فيه، مع ان ده يعني قد يكون مش مبالغ فيه ولا حاجه، لكن هو الشيخ عندي الشيخ مثلا قد يكون هو رآه بانه مبالغ فيه، فله اجر سنه قيامها وصيامها، فهو اعتبر من الايه اعتبرها من علل الحديث. فهو الشيخ بيعل الحديث ثم يحكم عليه بعد كده. طيب جميل. حتى يعني لعلكم تعرفون الشيخ مازن السرساوي،
الشيخ مازن السيستاني. طيب كان معي مكالمة من يعني تقريبا 15 يوم وسألته في الحديث، قال علة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن لعن المعيل، فلذلك يعني قال بتضعيف برضو الرواية يعني. فأنا صراحة احترت، لأنه في من المتقدمين والمتأخرين صححوها، وفي من المتأخرين ومن المتقدمين ضعفوها يعني. أنا على ما أظن دي ليست علة يعني. بس انا حابب بس اضيف على كلام شيخنا الشيخ محمد ابن شمس الدين ربنا يبارك في عمره، ما ينفعش تدي حكم عام على الشيخ الالباني في كل الاحاديث مثلا اللي فيها زيادات وتحكم بقى عليها شخصيا. لازم ان كل حديث تاخده على حده وتدرسه وتجمع طرقه والكلام ده كله، زي ما قال علي بن المديني عليه رحمه الله، الحديث ان لم تجمع طرقه لم تتبين علله، وده مع كل الاحاديث. فمرات هتلاقي الصواب مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ومرات ممكن جانبه الصواب لأنه بشر، عرفت حبيبنا. بس المشكلة بقى في الشباب بتوع اليومين دول اللي داخلين في مجال على طول سماعا، الشيخ الألباني متساهل، خش ده بيحسن وبيصحح وخش، وهو دي المشكلة والمصيبة السوداء اللي احنا يعني بنعاني منها. خاصة المشكلة يعني في شباب الأزهر اللي طالع جديد، يعني انهم في الأزهر معلوم له سند يعني. فمن حوالي في أقل من شهر كان واحد بيكلمني فبيتكلم عن الألباني، قال والألباني ليس له سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ منه حديث. ومن ثم بعدها أسلم أقطع صوت لي يعني بيتكلم دعوي كده في كمدية، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. فقلت له يا أخي الفاضل الحديث يعني ضعيف، لا يصح أن ينسب إلا أن تبين أن الحديث ضعيف، هذا من باب الأمانة العلمية. فقال ولكني أخذت به في فضائل الأعمال. قلت له والدعاء ليس من فضائل الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء العبادة، والحديث الضعيف له شروط في فضائل الأعمال، ألا يخالف أصلا من أصول الدين، أن يكون ألا يكون ضعفه شديد، ألا يعتقد قائله أنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو اعتقد ذلك فيقع تحت ذمرة الكذابين. فقال ولكن الحديث، قلت له الحديث جاء عن طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس. فقال محمد بن إسحاق قال في العلماء مدلس ثقة. يعني قلت له لو أنت درست في الأزهر هتعرف أن المدلس الثقة لا تؤخذ عنه الرواية إلا إذا صرح بالسماع، وكل الطرق بالحديث جاءت معنعنة فلا تصح الرواية عنه. فيعني سكت يعني، يعلموه في الأزهر بس أنه هذا خلاص لا تصح الرواية، هذا ضعيف، هذا باطل، هذا ليس له سند، والله المستعان. على فكرة كثير منهم أنفسهم ليس عندهم إسناد، يعني يقول الألباني ليس عندهم إسناد وهم ليس عندهم إسناد، ولا ينظرون إلى أن طرق نقل الروايات منها الوجادة، والألباني يروي كل حديث وجادة مثل أكثر مشايخهم، وأكثر مشايخهم عندما يرون يعني بأسانيدهم هم يرون ليس سماعا وإنما إجازة، وكثير من الناس يجيزون إجازة عامة. يعني الآن عندي مثلا أجازنا الشيخ محمد بن أبي بكر الحبشي إجازة عامة، فأجتي وأقول هذا الكتاب مثلا عندي فيه إجازة وأنت لا يحق لك أن تتكلم وأنا يحق لي، وقد لا أكون قرأت الكتاب على الشيخ أساسا ولا سمعته منه لمجرد أن عندي إجازة، فليس هذا الموضوع يعني بهذه الطريقة. يعني بنفس اللفظ قال يعني نحن في الأزهر عندنا يقولون هيئة كبار العلماء لا يعترفون بمحمد حسان وابو إسحاق ومصطفى العدوي، فبيقول لي ماذا قدم محمد حسان للأمة؟ ماذا قدم محمد؟ فقلت أخي عشان تهدينا وهدينا الأزهر يعني سيطر عليه الأشاعرة الصوفية، يعني أنت مش هتلاقي النهاردة صوفي إلا إذا وجدته أشعري أو أشعري وجدته صوفي، الاثنين كده إيه متلازمة يعني، دي متلازمة مع بعض. لو درس في الأزهر سنة واحدة لا مش شرط، مش شرط في بعض أنا أقول لك إيه الله المستعان هم عنده هو في بس الجماعة المتصوفة دول أو اللي هم الأشاعرة عندهم ضغط شديد للسلفية بصفة عامة يعني. طبعا بيرمونا بالتكسيم وبيرمونا بأشياء ما أنزل الله بها من السلطان، ولو جيت حاجة واحد فيهم أصلا تقول له مثلا هاتي التكسيم، فين التكسيم اللي قال فيه الشيخ سامي تيميه، يلف ودور ما يعرفش يجيب لك كلمه على بعضها، يقول لك ده شغل جامد، ابن
الشيخ الاسلام ابن تيميه قال ايه؟ قال بان الله شب امره، طب هات لي النص الله ما يرد. ما فيش حد فيهم، بص ما فيش حجه. لا النص اللي هم بيردوا اليه يا شيخ محمد ان شيخ الاسلام ابن تيميه ساله يعني احد الاشاعره فقال له يعني هل يعني هل الله عز وجل جسم؟ فقال له ماذا تقصد بالجسم؟ وده برضو ذكره الشيخ ابن عثيمين في الشرح العقيدة الوسطية، قال له ماذا تقصد بالجسم؟ أتقصد بالجسم أنه أشياء مفتقر بعضه إلى بعض لا يقوم الجسم إلا بها، فهذا لا نثبته لله عز وجل، أم تقصد بالجسم أنه ذات قائمة بنفسها فهذا نثبته لله عز وجل؟ ومن ذلك قالوا أن الشيخ الإسلام يجسم، يعني أخذوا اللفظ ده فقالوا أنه هو بيجسم. لا هي مسألة التقسيم، هم قالوا حتى علي جمعة لما سئل عن الموضوع ده قال لك هو لم يقل بالتقسيم، لكن له كلام، ونفس الكلام قاله عبد الله رشدي على فكرة، يعني سبحان الله بعضهم من بعض. قال لك هو لم يقل بالتقسيم صراحة، لكن كلامه يؤدي إلى التقسيم. أنا مش عارف دي إزاي، يعني هو أصلا ما قالش، بس كلامه بيؤدي إلى التقسيم. ليه بقى؟ لان شيخ الاسلام ابن تيميه اصلا كان يرد على المجسمه، فلما كان يسال فكان السلف بصفه عامه كانوا يتوقفون في المسائل التي ليس فيها نفي، يعني عقيده للسنه قلنا بانه نثبت لله ما اثبته لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما لم ينفه عن نفسه فالسلف يتوقفون فيه. فهو لما بيجوا في مساله التقسيم والكلام ده، في حاجات الشيخ الإسلام ابن تيمية قال في المسائل اللي هي فيها نفي، قال لا ننفي ولا نثبت، لأن النفي أو الإثبات يتطلب ذلك النص أو الدليل، وطالما ليس عندنا دليل فنتوقف. فده كان منهج السلف في المسألة، فهم كانوا يقول لك إن كلامه كده بيؤدي إلى التقسيم، طالما أنه توقف يؤدي إلى التقسيم. الله المستعان، يعني فاحنا بجد الامه ابتليت بهم. انا كنت مفكر الجماعه دول اختفهم، لكن للاسف بعد ما عملت الفيديو بتاع جيل صادق ده ونشرته على الفيسبوك، كميه السباب والشتيمه وقله الادب اللي ممكن تتخيلها ممكن اكتر من فيديوهات تانية، يعني حاجة انا مستعد نظرك بعد ما يسبك. لا انت، انا تحدثهم، في واحد مغربي كده قاعد ينفخوا فيه ولا انا اناظرك، قلت له بثلاث شروط: الشرط الاول ان يكون الدليل من كتاب الله، الشرط الثاني ان يكون الدليل من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الدليل من ان يكون الدليل من اقوال الصحابه. والله ما عدت شفته. لا هو بعت لي، والله ما اتصلت معاه وبعدين فضل يتهرب يعني في انت زنقته في هو انت بتطلب منه دليل من القران ومن السنه ومن اقوال الصحابه، هو مفيش ما يثبت به بان الله عز وجل يعني ايه في موجود بلا مكان زي ما بيقولوا، يعني مفيش. فهو انت اصلا هو الجعبه فاضيه، هيجيب منين؟ فيقوم داخل رحمة دخلنا في علم الكلام. فالاخ محمد ساله وقال له طيب ممكن تقول لي اقوال الائمه الاربعه في علم الكلام؟ ما ردش. ليه؟ الائمه الاربعه بيحرموا صراحه علم الكلام. هو عايز بقى سبده كله وقال لك لا انا انظرك في الفلسفه. يا عم انا ماليش دعوه بالفلسفه، انا انت بتكلمني اين الله؟ اثبت لي بان الله موجود بلا مكان، وانا اثبت لك بالدليل من الكتاب والسنه واقوال السلف واقوال من اللي انت عايزه هجيبه لك، من جميع الاماكن هجيبه لك، بان الله فوق السماء او في السماء بمعنى فوق. فهم الله المستعان مفلسين افلاس يعني، فبيلجأ للسباب والشتيمه والحاجات اللي زي كده. الله المستعان. دائما عندهم مغالطه رجل القش، يعني أيوة. يقول لك انت اذا قلت ان الله لا يحتاج الى سماء، كيف تقول الله في السماء؟ الله لا يحتاج الى العرش. من صحيح. هذا رجل قش، نحن لم نقل انه يحتاج، يعني انت ضفت على كلامنا شيئا لتبطل كلامنا بهذا الذي اضفته انت. دائما عندما يتكلمون موضوع التجسيم، موضوع كذا، السباب هذا أو الاتهامات هذه التي يتهمون فيها، يعني مثلا لما دارمي كان يرد على بشر المريسي في كتابه، الرد على بشر المريسي، أتوقع لا أذكر كيف كانت العبارة، ولكن بشر المريسي قال أنتم تقولون أن الله مركب أو له أعضاء، نعم، فقال أنت تقول، هو بشر
عثمان الدارمي يرد يقول لبشير المريسي: أنت تقول أن من قال أن لله أعضاء فقد ضل، ونحن نقول بل كفر، فكيف تتهمون بها؟ فسبحان الله يعني. صحيح. السلف رحمهم الله كان عندهم إبداع، إبداع في المناظرات للجهمية والمعطلة دي. يعني سبحان الله. لا مش هتلاقي. أنا مضطر أخرج بقى عشان خطر عندنا الساعة 1:15. جزاكم الله عنا خير الجزاء. طيب ماشي. ها بيقول لك سؤال خاص بالشيخ معوض توفيق: هل تنصح بقراءة كتب ابن شلماظ في مقارنة الأديان بشكل عام؟ ابن مين؟ كتب ابن شلماظ الحفيد. والله ولا عرف عمري شفته. الجدع اللي بكتب، قول لي بس بالله عليك، انت قايل لي اسم مين اللي بكتب لي الاسئله اللي ببعت لي الاسئله دي؟ هات يا ابن الفلك يا ابني. ابن شلماظ ده واحد نتكلمه في مقارنه الاديان، بس كان تقريبا على ما اذكر كان مختل العقيده يعني. لا هو بص، كمنهج دراسة مقارنة الأديان، أنت عاوز تبدأ من الأسهل للأصعب، أنت هتبدأ بكتب الدكتور منقذ السقار، بعد كده تطلع شوية تاخد إظهار الحق، بعد كده هتطلع شوية لكتاب الفخم الضخم بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح. ده أنت لو عاوز تطلع تسلم 3 درجات. ده انما ابن شلماظ ده وابني والله ولا عمري شفته ولا سمعت عنه، اول مره اسمع عنه من الشيخ محمد سامره اهوت، ويعني بالراحه علينا بقى، بالراحه علينا. خلاص كده جاوبنا، ما عادش في اسئله الحمد لله. لا خلاص جاوبت انت كده خلاص. طيب في الختام هذا ما اعلم والله اعلى واعلم، ونسبه العلم اليه اسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. يا شيخ محمد، شيخ محمد بن شمس الدين، يعني نصيحة للشباب كده قبل ما نقفل، نبدأ بك في دي دقيقتين. طيب، أول ما أنصح به نفسي وأنصح الناس هو تقوى الله سبحانه وتعالى ولزوم الكتاب والسنة. كثير من الناس قد يحسن الظن بنفسه أو يحسن الظن بعقله فيزيغ، ولنا في أشهر المبتدعة عبرة، الجهم بن صفوان. أول ما بدأ به الجهم بن صفوان ضلالته كان يناظر عن الإسلام، فلقي قوما اسمهم السمنية فنظرهم عن الإسلام، فسألوه سؤالا لم يعرف الجواب عنه، فشك في الله سبحانه وتعالى 40 يوما وترك فيها الصلاة، كفر بالله 40 يوم، حتى صار يفكر فوجد جوابا غير موافق للكتاب والسنة وإنما من ذهنه، فأجابهم به وناظرهم وأسس على جوابه هذا بدع إلى اليوم هي موجودة ويضل بها الناس. فنصيحة للشباب كوننا نتكلم عن موضوع الشبهات، أن يبتعدوا عن الشبهات ويتعلموا بالأساس ما هو كتاب الله وما محتوى هذا الكتاب وماذا جاء في الكتاب، ثم بعد ذلك إذا أصبحت تعرف ذلك وتعرف الحق، بعد ذلك إذا اطلعت على شيء من الشبهات قد لا تتأثر وقد تتأثر. ولهذا كان السلف مجمعون على هجر أهل البدع، وكان بعض أهل البدع يأتي على سبيل المثال، جاء بعض أهل البدع إلى الحسن البصري فقالوا له: نقرأ عليك آية من الله. فقال: لا تقرأوا علي شيئا، حرجت عليكم بالله إما أن تقوموا أو أقوم أنا. طب لماذا؟ ذهبوا طبعا سألوه لماذا، قال: لعلهم يقرؤون علي آية من كتاب الله فيدخلون علي شبهة من شبهاتهم. فالإنسان يحصن نفسه، تحصين النفس يكون بالتقوى وبالعلم وباتباع الكتاب والسنة، أن يجعل هذا منهج، اتباع الكتاب والسنة يجعل منهج، وليس فقط أن نقول أنا أتبع الكتاب والسنة، بل أجعل منهجي، أجعل غايتي ذلك، أجعل القرب من الله سبحانه وتعالى أيضا له أهمية كبيرة. بعض الناس يهتم بالجانب العلمي ولا يهتم بالجانب العبادة، ولا تكاد تقرأ عن عالم من علماء الإسلام الذين يعني أوتوا حظا إلا وله حظ كبير من العبادة. تنظر في ترجمة سفيان الثوري، أول من أطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث، تقرأ في ترجمته تجد أنه على عبادة
لا تتخيل متى كان يقرأ العلم ويحفظ. يعني عندما تقرأ عن عبادته تستغرب متى كان يحفظ هذا، متى كان يدرس. العلماء المشهورين بقى الأعمش ولا ما شابه من السلف ومن الخلف، أبو عثمان الصابوني كان مشهورا في العبادة ومع ذلك من أحفظ الناس ومن أكثر الناس تفسيرا وحديثا. فنهتم بالجانب العلمي ونهتم بجانب العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى، ففي البعد عن الله سبحانه وتعالى يكون مدخل للشيطان. هذا ما عندي والله أعلم، وأسأل الله لي ولكم التيسير والتوفيق. شيخ محمد سمير تفضل. ليه؟ نصيحة للشباب قبل ما يفل. نصيحة للشباب، أنا أنصح نفسي وكل من يسمعني سواء شاب أو أكبر أو أصغر والله بطلب العلم. إن العلم يعني اللي وصل الشباب اللي إحنا موجودين فيه وكثرة الشبهات وكثرة الفتن هو قلة العلم عن الله ورسوله وزهد الناس في التعلم عن الله ورسوله. فأنت النهاردة لو لقيت شاب بيجلس لأهل البدع يسمع من ليه كلامه حلو على ودنه، جديد على ودنه، فبيسمع فبيتأثر فبتدخل فيه الشبهة. لكنه لو تعلم عن الله ورسوله والله سيرد قلبه أصلا، سيرد الشبهة منه، هيكون عنده حس التعلم عن الله ورسوله، العلم الصحيح للعلماء، الجلوس للعلماء. ده ما أنصح به نفسي وأنصح به غيري. أنا لا أتكبر أبداً أن أنا أجلس تحت أقدام عالم أني أتعلم منه، مفيش حد في الدنيا كلها جمع العلم كله حتى العلماء. أنت حتى يعني أنا بعجب والله من مشايخنا الكبار، والله أرى منهم تواضعاً تواضع. يعني إن شاء الله الشيخ، أنا متبص كده الشيخ حسان وهو قاعد كده تحت على الأرض كده بيسمع لأحد مشايخنا وفي تواضع، الشيخ يعقوب نفس الحكاية، شيخنا الشيخ أبو إسحاق لما نفس الحكاية، الشيخ أبو بكر يعني بعض طلبة العلم ممكن من طلبته يأمره أنه هو يقوم يعطي محاضرة ويجلس على الأرض ويسمع. طبعا حدش حاز العلم كله ويقول له أنا استفدت منك في النقطة دي، والشيخ ده يقول له أنا استفدت منك في لم يعلمه. يعني العلم عن الله ورسوله هو كل شيء، هو الحصن فعلا. إذا تعلمت عن الله ورسوله أنت محصن عقديا، محصن فقهيا، محصن بكل أنواع العلم الشرع. اتعلم النهاردة، حفظت القرآن، طيب ابدأ بالعقيدة، بعد كده خذ الفقه، بعد كده خذ التفسير، بعد كده علوم الشرع لا تنتهي، العلوم كتير ما شاء الله. لكن من يحصل؟ مين اللي يتعلم؟ مين اللي عنده مين اللي هو يجبر نفسه أنه هو يجلس بين أيدي العلماء ويتعلم عن الله ورسوله؟ لذلك الشبهات كثرت في هذا الزمان بسبب قلة التعلم وزود الناس في التعلم عن الله ورسوله. فده ما أنصح به نفسي وأنصح به غيري وأنصح به أي شاب أن يتعلم عن الله ورسوله. ابحث يا أخي، النهاردة العلم أصبح أيسر مما تتخيل. كان زمان ما تقرأ في تراجم السلف فلان من السلف رحل سنة كاملة ليطلب حديث واحد، سنة ذهابا وإياب، ستة أشهر ذهاب وستة أشهر إياب عشان يطلب حديث واحد. النهاردة أنت بتكت زر كده بتجيب تخريج الحديث والكلام فيه والعلل وفلان مجروح وفلان كذا وفلان كذا وبتخرج الحديث وانت قاعد. فما بالك بقى بالسلف كانوا بيعملوا ايه؟ وطلبوا العلم، لذلك آتاهم الله العلم. لكن النهاردة سبحان الله على رأي شيخنا الشيخ أبو إسحاق يتكلم كده فقهاء الكيبورد، يبقى قاعد كده بيفتيك من خلف الكيبورد، انت مش عارف مين اللي يكلمك اصلا، عيل عنده 3 سنين ولا 5 سنين ولا هو مين اصلا اللي بيتكلم. قص ولزق. انا دخل لي واحد، يمكن الاخ محمد شاف الموضوع ده، قمت الصبح كده كان عندي مونتاج فلقيت رسائل ورا بعض. فاخير ببص لقيت جزائري بيقول لي انا متشيع من اسبوع. قلت له طيب والمطلوب؟ قال لي اناظرك، عايز يناظرني. يعني متشيع من اسبوع وجاي عايز يناظرني في بطلان مذهبي يعني والله. وجاي وجد حديث يعني ان هو يعني جاب الدين من ديله زي ما بيقول. فسالته سؤال الاول، قلت له طيب قبل ما قلت له اسالك سؤال، ان رديت عليه اكمل معاك. قلت له لماذا سمى علي والحسن والحسين
وعلي الهادي وجعفر الصادق ابنائهم بابو بكر وعمر وعائشه. وراح داخل جري على جوجل ينسخ ويلزق ما لقاش حاجه يقول. قلت له قول افلست، قال افلست، قال خد الفضيحه. قلت له ايه الفضيحه؟ قال لي عائشه تغتسل امام دخل اسمه ابو ايه اللي هو حديث عبد الرحمن بن ابي بكر واسمه ابو اسمه ايه المهم راوي الحديث كان اسمه اللهم ذكرني يا رب. المهم فقلت له طيب دي الفضيحه اللي انت جايبها؟ قال لا. قلت له طيب مين راوي الحديث؟ قال لي ما اعرفش، ابو سلمة. ابو سلمة. فقلت له تعرف من هو ابو سلمة؟ قال لا. قلت له ابو سلمة يبقى ابن اخت عائشه ابن ام كلثوم، يعني هو محرم لها واخوها عبد الرحمن محرم. يلا فهو جاي خلاص قال لك جبت فضيحه لامكم ومش عارف ايه وبتغتسل امام الناس. فده بيقول لي انا متشيع من اسبوع. ايه اللي ده؟ ايه اللي عمل فيه كده؟ شبهه، شبهه ممكن كده استخف بيها ودخل فيها واستغرق وما زالت به حتى اهلكته، والله ستدخله النار ان لم يتوب. يعني دي شبهه. فما بالك بقى بالشباب اللي عندهم النهارده الاف الشبهات بتبث عليهم من كل مكان، في الفيسبوك بتبث، في اليوتيوب بتبث، في التلفزيون في كل مكان يدور وشه يلاقي شبهه. طب ده بالشباب ده دول هتعمل معاهم ايه ان لم يكن في تحصين؟ العلماء النهارده انا بالعشره كده العلماء خلاص مش انتهى دورهم، انهي دورهم. يعني دورهم مش انتهى، دورهم انهي خلاص. في كل مكان النهارده العلماء بيسكتوا او بيسكتوا. فطلع شباب الصف الثاني، طلبه العلم الصف الثاني خلف المشايخ، دول لهم دور. النهارده المشايخ الكبار توجهوا لليوتيوب لان ما عادش القنوات الفضائيه ما عادش لها تاثير، ما عادش حد بيتفرج عليها. النهارده اكثر تاثير من اليوتيوب. يعني لما تشوف شيخنا الشيخ محمد حسان عمل قناه على اليوتيوب، شيخنا الشيخ مصطفى العدوي عمل قناه على اليوتيوب، وغيرهم من المشايخ. لان ليه؟ لان ده اكثر تاثيرا النهارده. والشباب النهارده اللي يحزنك ويدمي القلب انك تبص فيديوهات اتفه مما تتخيل. يعني قمه التفاهه، يعني ممكن تعدي 200% من التفاهه وتلاقي مشاهدات بالملايين في الوقت اللي عالم من العلماء او شيخ من المشايخ بيقول قال الله قال رسوله، ما يدوب جايب 1000 بالعافيه. و1000 اللي هم مين يعني؟ لكل معرض يعني الا من رحم الله. فالعلم الشرعي هو سبب ارتقاء روح العبد اصلا، ان هي ترتقي وتعلو بالعباده. هو اصلا هيعبد الله ازاي ان لم يكن على علم وعلى بصيره وعلى درايه؟ فالله المستعان. نسال الله لنا ولكم السلامه والعافيه. ده انا اسف اني طولت في الكلام شويه، بعتذر من شيخنا الشيخ محمد. لا لا جزاك الله خيرا. بس في سؤال بس موجه، بقول لك يعني لو في واحد بقول لك لو درست كتب شيخ معين كامله، هل انا اكون كده تابع لي في المذهب يعني؟ الشيخ محمد شمس الدين تفضل. لا، في مثل هذه الحالة لا يكون متابعا له، لكن الأصل أنني أنا كشخص ليس عندي العلم الكافي ولم أعرف أصول الفقه ولم أعرف الاستنباط من الكتاب والسنة ولم أحط بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم علما، فعندها لا بأس بأن أنظر إلى عالم من العلماء أتابعه وأسير على سيره حتى أصل إلى مستوى يؤهلني إلى أن أنفك عنه، على أن لا أنفك عن مجمل العلماء. فكما قال ابن بطة في الإبانة الصغرى، من ترك التقليد فهو مبتدع. لا يقصد تقليد شخص بعينه أو مذهب بعينه، وإنما تقليد السلف. فنحن لا ننفك عن السلف أبدا. فالأصل أننا نتبع العلماء فيما نعلم، فيما لا نعلم، وإذا علمنا لا نخالف. فهذا مختصر الجواب. طيب جميل. في أخ فاضل تقريبا يعني سأل إنه يعني إزاي يدخل معنا في الشات، هو بس ده يعني بس مباشر يعني وهينتهي بعد شوية. مش ثابت دايما. الأخ صبحي كامل، نصيحة للشباب قبل ما نقفل. فين؟
خرج ولا ايه؟ يعني اظنه الشيخ تامر اللبان. شيخ تامر شيخ معاذ لا يتبقى الشيخ محمد شيخ ابو حمزه شيخ ابو حمزه طيب خرج. شيخ ابو حمزه خرج من اول يعني. والله يعني نحبكم في الله، نشهد الله اننا نحبكم، واصغر الصغار وضع بين الكبار حقيقه. يعني هذا شرف لي ان انا اتكلم معكم، مع الشيخ محمد سمير شيخي ومع الشيخ محمد شمس الدين يعني قدوه لنا، ونحبك في الله ودائما نستمع اليك يعني. وصلى الله عز وجل ان يجمعنا بكم في جنته. امين امين. ان شاء الله يعني يكون في بثنا قريب باذن الله، ونخصص له موضوع. يعني هذا الموضوع اتكلم فيه الشيخ محمد سمير دايما، ومش هسيبكم لما نتكلم في موضوع التوسل بالاموات والطواف حول القبور. يعني انا اراه مهم صراحه جدا يعني، وكنت اتكلم مع الشيخ محمد سمير فيه، ويا ريت نعمل حلقه تكون مخصوص عن الموضوع ده يعني. باذن الله. شوف الشيخ محمد شمس الدين عادة صبحي. اخر صبحي جاو. رحت فين؟ راح اغسل وجهه شكله نعسان. هو ناس ناس اثناء البث، انا كنت شايف بس ما رضيتش ان انا صحيح. انا لاحظت عليك. طيب في واحد الشيخ محمد بيسال، كان يمكن ان اسال الشيخ محمد من شمس الدين هل هناك رقم؟ يعني صفحه الشيخ موجوده على الفيسبوك، لو في اي سؤال ممكن تسال والشيخ يجيب ان شاء الله. انا رقمي موجود حتى، لكن موجود على الصفحه، لكن المشكله انه في عدد كبير من الناس اللي يرسلوا فلا استطيع الرد على الجميع. والله المستعان. يعني مسألة الأرقام دي مشكلة والله، يعني عشان تدي رقمك بصراحة يعني أو تحطه في العلن كده دي مشكلة بصراحة يعني. أشوفك العدد عدد يعني. لأن بعض الناس لا يعذروني على موضوع التأخر. واضح عندك الرقم؟ يعني عدد الرسائل؟ أيوة أي صحيح، واضح واضح صحيح صحيح. 1700 لا اطرح السؤال هو بشهر. الأخ صبحي خرج ولا لسه موجود؟ والله أظنه خرج. يا شيخ محمد خرج. محمد شمس الدين، بالنسبة للمعلقات اللي في صحيح البخاري يعني عندي سؤالين فيها. السؤال الأول، هل المعلقات تدخل في شرط البخاري اللي هو كتاب البخاري اسمه المسند؟ المعلقات ليس لها ليس بمسند يعني، فهل هي تدخل في شرط البخاري؟ ده السؤال الاول. والسؤال الثاني، هل كل المعلقات اللي في صحيح البخاري يعني وجدت موصوله وصحيحه بخلاف البخاري، ام فيها نظر يعني المعلقات تتكلم؟ لا بالنسبه للمعلقات لا، هي لا تدخل في شرطه، ولهذا هو علقها، ولكن هو من حيث فقهه يقبل بها ككلام، ولكن هي لا تدخل في شرط الصحيح. الأمر الآخر من حيث هل هي وجدت موصولة، نعم هي جميعها موصولة فيما أعلم، وقد صنف ابن حجر كتاب اسمه تغليق التعليق، ذكر في أسانيد هذه المعلقات، لكن هل كلها صحيحة؟ لا ليس كلها، يعني مع وجود إسناد ليس كلها هي صحيح، ولكن لا تدخل في شرط البخاري. لا، ولا يجوز لك أو لا يجوز عفواً لأحد أن يقول عن أحد المعلقات أنه رواه البخاري، لأنه سيوهم أنه رواه في أصل الصحيح، فلا بد من أن يقول رواه أو ذكره البخاري معلقاً. هو يقصد المعلقات الموجودة في الصحيح. نعم صحيح، صحيح. المعلقات الموجودة في صحيح البخاري إلى انقطاع الإسناد فهي على شرط البخاري. المعلقات الى انقطاع الاسناد فهي على شرط البخاري. السند الى الانقطاع فرجاله رجال الصحيح، اما ما دون ذلك فهو انقطع السند معه يعني.
يعني انا اظن ان يعني طبعا انا اظهركم يتكلم معلش انا اظن ان البخاري علقها يعني بسبب قراءته ان يعني البخاري يختصر في الكتاب فيكون الحديث مشهورا عند العوام فيعلق الحديث، ولكن بالنسبه للي هي تدخل في صحيح البخاري او لا، يعني هو الكتاب اسمه المسند، فالحديث اللي ذكره البخاري معلقا ليس بمسند، والمعلق من 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 قسم الضعيف، يعني الحديث المعلق من قسم الضعيف قولا واحدا يعني لا خلاف ذلك، فلما يذكر البخاري معلقا لا يدخل تحت يعني تحت شروط البخاري اللي اشترطها في صحيحه، يعني هذا ما اعلم الله اعلم. تمام، هو اسمه الجامع الصحيح المسند المختصر، فكل ما كل ما اسنده البخاري فهذا يدخل في شرط الصحيح، اما المعلقات لا. يعني مسألة نظر اراجعها ان شاء الله، بس اراجعها يا ريت اراجعها ان شاء الله. نعم، لا تجد احدا ممن صنف في مثلا جمع الاحاديث او ما شابه ذلك عزا حديثا من المعلقات الى البخاري الا ان يقول قاله البخاري تعليقا او خاتا، يعني البخاري تعليقا قاله. نعم خلاص ان شاء الله انا راجع المساله. بعضها لا تجد له اسنادا صحيحا مثل الذي ذكره عن معاذ انه كان قال لاهل اليمن ائتوني بثياب خميص او لبيس او ما شابه ذلك، هذا لا تجده صحيحا. وعدد ايضا من المعلقات لا تجد له اسنادا صحيحا، لا يحضرني غير هذا يعني. طيب جزاك الله خيرا وبارك فيك وبارك فيكم جميعا ونفع بكم، واسال الله عز وجل ان يجمعنا في الاخره في جنته نولي ذلك والقادر عليه، ونحبكم في الله جميعا. وإذا لا معلش، فيه واحد سأل سؤال قبل ما نقفل يا شيخ محمد شمس الدين، سأل سؤال ليك يعني، قال لما قرأت في سير الصحابة وجدت أنهم كانوا يتسابقون بالأعمال بينما نحن نتسابق بالعلم، لماذا وما الفرق؟ طيب التسابق لابد من أن يكون بالأعمال وبالعلم، ليس فقط بالعلم. فوصفه للمعاصرين بشكل عام أنهم يتسابقون بالعلم للصحابة، فأيضا كانوا يتسابقون بالعلم وبالعمل، فكانوا يحرصون على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا موجود عندهم وعندنا، ولا بد للإنسان أن يخلط بين العلم والعمل. فالعلم وحده هو صفة اليهود إذ أنهم تعلموا ولم يعملوا، والعمل وحده هو صفة النصارى إذ أنهم عملوا على غير علم فدخلوا في البدع. فنحن نقول في الفاتحة كما علمنا الله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم